على اليوتيوب، فاللي مش هيقدر يطلع او يحضر معانا بشكل مباشر ممكن باذن الله يطلع على النسخه التسجيليه. اهلا وسهلا بحضراتكم، انا محمد مصطفى مسؤول المشاركه الاقليميه لمنطقتي الشرق الاوسط واسيا في مؤسسه داتا سايت. حديثنا اليوم باذن الله عن الارتقاء بالبحث العلمي وكيفيه دعم هذه الفرص المختلفه والتحديات ايضا التي تواجه النهضة بالبحث العلمي في المنطقة العربية، وأيضا الدور الهام اللي تلعبه معرفات الكيانات أو الكائنات الرقمية الديجيتال أوبجكت ايدنتيفاير. وأيضا هنقدم لحضراتكم اليوم نوع جديد من المعرفات يسمى معرفات العينات أو الاي جي اس ان اي ديز. إن شاء الله في هذا اللقاء هيكون معانا ثلاث متحدثين رئيسيين. أنا هبدأ بمقدمة عن داتا سايت وأيضا عرض تفصيلي عن معرفات العينات وطريقة الحصول عليها. بعد ذلك بإذن الله يكون عندنا دكتور نبهان الحراسي رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات وأيضا مدير المستودع الوطني العماني شعاع، يعرض لنا نظرة عامة وشاملة عن أهمية دور المستودعات المؤسسية في نشر المعرفة، وأيضا هيتطرق إلى الحديث عن المستودع الوطني العماني شعاع. بعد ذلك بإذن الله يكون عندنا الأستاذ يوسف طرمان المدير العام للشبكة البحث والتعليم العربية مختصرة باسم آسرن، إن شاء الله هيتكلم عن دور شبكات البحث والتعليم وأيضا الدور العام لصناع السياسات البحثية في دولنا العربية في دعم البنية التحتية البحثية المفتوحة وأيضا التحديات القائمة حاليا في هذا السياق. بعد ذلك بإذن الله يكون عندنا المهندس مسعود الشريف المدير العام لتقنية المعارف وأيضا سفير مؤسسة داتا سايت في المملكة العربية السعودية، هيعرض لنا عرض عملي عن ربط المستودعات المؤسسية بمعرفات داتا سايت وأيضا بمختلف المعرفات الدائمة أو البريزيستنت ايدنتيفايرز. في البداية مقدمة سريعة عن داتا سايت، احنا كنا عملنا اللقاء أول باللغة العربية العام الماضي، فهذا اللقاء الثاني لنا، بس المهم أيضا التذكير بشكل سريع عن داتا سايت كمؤسسة ونوعية الخدمات اللي احنا بنقدمها للمجتمع الأكاديمي والمؤسسات الأكاديمية البحثية في عالمنا العربي. نحن مجتمع عالمي يشترك في مصلحة مشتركة، الغرض الأساسي لنا أن نتأكد أن كل المخرجات البحثية والموارد أيضا المرتبطة بالعملية البحثية بتكون متاحة مع بعضها البعض ومتاحة بشكل مفتوح ومتصل أيضا، بحيث يتم إعادة استخدامها وتعزيز هذا الموضوع، تعزيز إعادة الاستخدام. كمجتمع في داتا سايت بنهدف إلى جعل البحوث والمخرجات البحثية أكثر فاعلية، نحقق هذا الهدف عن طريق استخدام الميتا داتا انفورميشن أو البيانات الوصفية لربط كل المخرجات البحثية والموارد. نحن ندعم كل المخرجات البحثية من العينات والصور إلى البيانات والمطبوعات المسبقة، فنحن نوفر معرفات الكيانات أو الكائنات الرقمية DOIs، ونساهم أيضا في تعزيز وانتشار واستكشاف المخرجات البحثية. نحن أيضا مؤسسة غير هادفة للربح مسجلة في مدينة هانوفر في ألمانيا منذ العام 2009. المجتمع الخاص بداتا سايت حاليا بيضم اكثر من 3100 مستودع مؤسسي او مستودع متخصص في الديتا او مستودع متخصص في الاطروحات الرسائل العلميه او مستودع مؤسسي داخل جامعه بشكل عام. لدينا اكثر من 52 دوله بنعمل فيها، اصدرنا ما يقارب من 60 مليون دي او اي، وبشكل عام لدينا اكثر من 1400 مؤسسه سواء كانت جامعه او معهد بحثي منضم للكوميونتي او المجتمع الخاص بداتا سايت. المعرفات الكيانات الرقمية ده شكل أو عرض سريع ليها، بتتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية، عندنا البروكسي، عندنا البريفكس، وعندنا السافكس. البروكسي ده اللي بيمنح من خلال الدي او اي سيستم، وبعد كده بيكون عندنا البريفكس اللي الداتا سايت بتحصل عليه من خلال الانترناشونال دي او اي فاونديشن، وبيكون عندنا السافكس اللي هو الشق اليونيك اللي يمنح لكل مخرج بحثي حتى يميزه عن المخرج البحثي الآخر. أيضا المعرفات التي تمنحها داتا سايت هي مناسبة لطيف واسع من المخرجات البحثية مثل مجموعات البيانات، البروتوكولز، البرامج، الصور، النماذج والسامبلز زي ما هنتطرق إن شاء الله النهاردة في الحديث. كمان معرفتنا للكيانات الرقمية بتدعم المؤلفات العامة مثل الرسائل الجامعية والأطروحات، التقارير، أوراق المؤتمرات البحثية، المقالات الأولية، النسخ الأولية من المقالات، التكنيكال ستاندرد والمعايير الفنية،
مختلف المخرجات البحثية التي في العادة يتم نشرها وإيداعها في المستودع المؤسسي داخل الجامعة أو المعهد البحثي. هذه سكرين شوت من داتا سايت ريجستري، وزي ما حضراتكم شايفين ال 1400 جامعة ومؤسسة بحثية الأعضاء في منصة أو في مؤسسة داتا سايت بيسجلوا طيف واسع من المخرجات البحثية. عندنا أكثر من 18 مليون مجموعة بيانات، 14 مليون فيزيكال أوبجكت، وهنتطرق للحديث عن الفيزيكال اوبجكت باذن الله في السلايدز القادمه، في تكست فايلز، في اكثر من 200 الف اطروحه ماجستير ودكتوراه مسجله، في الكونفرنس بيبر، في البوكس. فكل المواد التي يتم ايداعها في المستودع المؤسسي لديك في الجامعه من المهم ان تحصل على دي او اي، من المهم ان تصبح مستكشفه اكثر. ما هو معرف اي جي اس ان اي دي؟ وهو محور الحديث اللي هنتكلم عليه النهارده في الشق الخاص بيا. معرف الاي جي اس ان اي دي هو معرف فريد ودائم على مستوى العالم لكل العينات الماديه. ايضا هذا المعرف غير مرتبط بمجال معين، فهو لا يدعم مثلا العينات الطبيه او العينات المرتبطه بالجيولوجيا، هو مرتبط بكل المجالات البحثيه المختلفه. وايضا حتى احنا كاتبين ان هو ممكن ان يمنح لاي عينه سواء كانت من على كوكب الارض او حتى عينات من الفضاء الخارجي. جميع العينات او جميع التخصصات، جميع انواع العينات، بنتكلم على النوع الاول من التخصصات المرتبط بالعلوم الفيزيائيه مثل علوم الارض، الفضاء، والبيئه. فاي عينات مرتبطه بهذه العلوم مثل عينات مثلا عن الصخور، عينات عن المعادن، عينات عن الفلزات، عينات عن العناصر المشعه، عينات عن التربه، كل هذه العينات من الممكن ان تحصل على اي جي اس ان اي دي. ايضا في النوع الاخر مثل العلوم الحيويه او اللايف ساينسز مثل الكيمياء الحيويه، علوم الاحياء. طبعا الاخوه المختصين بهذه المجالات عارفين ان في انواع وطيف واسع من العينات مثل عينات خاصه بالانسجه، عينات خاصه بالخلايا، عينات خاصه بالحشرات، عينات خاصه بالنباتات. كل هذه العينات المختلفه يمكن ايضا ان تحصل على معرف اي جي اس ان اي دي. أيضا عندنا العلوم الاجتماعية مثل علم الاجتماع، العلوم الإنسانية، علوم الآثار. فكل الهيئات الثقافية، كل المتاحف بكل المقتنيات الخاصة بها ممكن أيضا أن تحصل على اي جي اس ان اي ديز للبورتالز الإلكترونيك الخاصة بها. أيضا العلوم التطبيقية مثل الزراعة وعلوم الهندسة والطب وعلوم المواد مثلا مثل تخزين البذور، العينات المختلفة من المحاصيل الزراعية، ونتطرق لأمثلة في النهاية لمعرفات من كل هذه العلوم. حتى في العلوم الهندسية البروتايبس ممكن أن تحصل على اي جي اس ان اي دي. أيضا عندنا الفنون، الفنون والمتاحف الثقافية والهيئات الثقافية ممكن أن تحصل على معرفات اي جي اس ان اي ديز للمحتويات الخاصة بها أو للمقتنيات الخاصة بها. بنتكلم على التحف المنحوتة، بنتكلم على التحف الهندسية المعمارية، بنتكلم على الرسومات واللوحات. وإحنا في داتا سايت كوميونيتي من 1400 مؤسسة، في جزء من هذه المؤسسات عبارة عن متاحف وهيئات ثقافية. أيضا زي الآلات الموسيقية المرتبطة بإقليم معين أو بدول معينة. طبعا عارفين في المنطقة العربية، دولنا العربية، في أنظمة أو في آلات مرتبطة بهذه المنطقة بالتحديد، في أزياء، في مجموعات معينة من الفنون الثقافية مرتبطة بإقليمنا العربي أو بمنطقتنا العربية. فحتى هذه الأنواع من العينات، حتى هذه الأنواع من الآلات ممكن أن تحصل على معرف يونيك أو اي جي اس ان اي ديز خاص بها. بشكل عام المواد التي تدعمها هذه المعرفات، بنتكلم عن عينات المواد الفردية، على مجموعات العينات، المجموعات الشاملة، بنتكلم حتى على مواقع التجميع لهذه العينات وحتى العينات المدمرة. من الجدير بالذكر أيضا إن احنا مش بنتحدث في هذا السياق عن أخذ صورة ونقول إن هذه الصورة محتاج أمنح ليها اي جي اس ان اي دي، أو بنتكلم على داتا سيت مثلا مرتبطة بعينة معينة وأقول إن هذا هو الاي جي اس ان اي دي. هنتطرق إن شاء الله في السلايد القادمة إلى كيفية الحصول وسير العمل الخاص بمعرفات الـ IGSN IDs. كيف يتم استخدام معرف الـ IGSN ID؟ معرف الـ IGSN ID بيعمل بنفس طريقة عمل الـ DOI عن طريق بناء لاندنج بيج أو صفحة هبوط. هذه اللاندنج بيج بيكون فيها ميتا ديتا ريبريزنتيشن أو معلومات بيانات وصفية عن هذه العينة. على سبيل المثال إحنا عندنا هنا عينة للتربة، فبنكتب الكونتري اللي تم فيها تحصيل هذه العينة، نوع العينة مثلا هي في هذه الحالة كانت صخرة روك، فبكتب نوع العينة. كما
مستخدمين بضيف المعلومات الهامة كالتواريخ، تاريخ تجميع هذه العينة، الارتفاع اللي كانت عليه، كل البيانات الوصفية المرتبطة بهذه العينة. طبعا كل مجال بحثي معين بيكون له البيانات الوصفية الخاصة بيه، يعني مثلا عينة في الكوميونيتي أو في المجتمع الخاص بالجيوفيزيكس والجيولوجي غير عينة تماما مرتبطة بالبيولوجي. مثلا ممكن هو يحتاج يراقب درجة الحرارة اللي بتحفظ فيها العينة، محتاج يقيس الوزن الخاص بالعينة، فكل الميتا داتا انفورميشن ممكن أن تختلف من مجال إلى مجال آخر. كمان يمكن استخدام البيانات الوصفية لهذه المعرفات في وصف هذه العلاقات، يعني أنا لما بيكون عندي عينة وأحصل على IGSN ID خاص بيها، وبعد كده بيكون عندي مثلا ببليكيشن جورنال ببليكيشن واقدر احصل على DOI لهذه الجورنال ببليكيشن، اقدر اعمل عمليه الكروس ريفرنس او الربط المتبادل والاستشهاد السيتيشن، اقدر اعمل سيتيشن للعينه الخاصه بيا في الريسيرش ببليكيشن او الريسيرش ارتكل التي قمت بانتاجها. ايضا مؤسسه IGSN هي المؤسسه المسؤوله عن هذا الشق، وهتكلم عن داتا سايت ودورنا في هذا الموضوع في السلايدز القادمه باذن الله، بس المؤسسه IGSN لديها توصيات شامله لافضل الممارسات، ازاي اقدر البيست براكتسز عند تسجيل هذه العينات وربط ايضا هذه العينات بالمعرفات الدائمه المختلفه. ازاي اقدر اسجل معرفات IGSN؟ انا هيئه ثقافيه مثلا او متاحف، لدي العديد والعديد من المخرجات الثقافيه، او انا مثلا مؤسسه بحثيه لدي العديد من العينات الصخور، لدي العديد من العينات البيولوجيه، عينات العلوم الحيويه، ازاي اقدر اسجل هذه المعرفات؟ في عام 2022 بدات داتا سايت مع مؤسسه IGSN شراكه لاتاحه معرفات IGSN من خلال منصه داتا سايت، فمن خلال هذه الشراكه اعضاء داتا سايت او اي مؤسسه بحثيه بتنضم لداتا سايت تقدر تسجل بسهوله من خلال الانفراستراكشر او البنيه التحتيه التي وفرتها داتا سايت معرفات IGSN ID، فمن خلال ايضا حصولك على عضويه داتا سايت زي ما تطرقنا في البدايه، لو عندي مستودع مؤسسي، في اطروحات علميه، في كونفرنس بيبر، في بري برنت، في كل المخرجات البحثيه ممكن احصل على DOIs لهذه المخرجات، وفي نفس الوقت لو عندي عينات ممكن اقدر احصل على IGSN IDs لهذه العينات. لو انا بقود تحالف لداتا سايت مثلا في دولتي، فعندي ممكن ادعو الهيئات والمتاحف الثقافيه انها تسجل المحتوى اليونيك والفريد الخاص بها بمعرفات IGSN IDs، فممكن ايضا مش فقط تنضم جامعات او مؤسسات بحثيه لهذا التحالف، ولكن حتى الهيئات الثقافيه ممكن ان تنضم او المتاحف تنضم تحت هذا التحالف، فمن خلال هذه العضويه هذه المؤسسات تقدر تسجل IGSN IDs لمخرجاتها البحثية المختلفة. كمان الـ IGSN IDs بتفانكشن أو بتعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها الـ DOIs، وهنشوف مع الأستاذ مسعود طريقة تسجيل الـ DOIs أو الـ Persistent Identifiers مع داتا سايت. فإحنا عندنا أكثر من طريقة، في طريقة الخاصة بفابريكا المنصة اللي إحنا طورناها، منصة سهلة جدا بتمكن الأعضاء من التسجيل الـ DOI في خلال أقل من دقيقة. عندنا كمان طريقة عن طريق الـ REST API الخاص بينا، عندنا كمان برنامج معتمد للسيرفيس بروفايدرز، فبيتم تسجيل الـ IGSN IDs بنفس طريقة عمل الـ DOI من خلال الفابريكا مثلا، بسجل المعلومات البيانات الوصفية المرتبطة بهذه العينة وأقدر أحصل على الـ DOI في النهاية. كمان طبعا حضراتكم عارفين ان احد اهم الاشياء او احد اهم التحديات في نظام العمليه البحثيه هو ان احنا نقدر نراقب الاوتبوتس او نتابع الاوتبوتس اللي بتنتج من عمليه بحثيه معينه، ونقدر نربطها كمان مع الباحثين المنتجين لهذه الاوتبوتس، مع المؤسسات البحثيه التي قامت بدعم الجامعات والمعاهد البحثيه التي قامت بدعم هذه الابحاث، كل ده بيكون ممكن عن طريق اعتماد هذه المعرفات، عن طريق اعتماد الـ Persistent Identifiers وأحد أنواع هذه المعرفات الـ DOIs التي توفرها داتا سايت. فمثلا بنتكلم على الـ Research Output، في حالة الـ Researchers أو المنتمين للعملية البحثية عن طريق الـ ORCID ID، بنتكلم على الـ ROR ID Research Organization Registry كمعرف دائم لكل الجامعات والمراكز البحثية، بنتكلم على كل الـ Outputs بتحصل على DOIs، وكمان الـ Research Funders عن طريق الـ ROR والـ Cross Reef Funder Registry، بس حتى الـ Cross Reef حاليا عمل Migration لـ ROR، فلو أنت Research Funder ممكن تعتمد الـ ROR ID الخاص بيك أو المعرف الفريد لمؤسستك المصدر أو الممنوح من مؤسسة ROR.
انا ارفقت في النهايه بعض الامثله عن معرفات الاي جي اس ان حتى نقرب الصوره لحضراتكم. احد الاعضاء لدينا هي منظمه الفاو، المنظمه الخاصه عن الطعام والاغذيه تبع الامم المتحده، وهذا هو معرف لعينه زراعيه، وهذا هو الدي او اي. طبعا بتاخد نفس الاستراكشر وبيكون في بقيه الميتا داتا انفورميشن الخاصه بهذه العينه الزراعيه او هذه العينه الممنوحه لهذا المحصول. في ايضا معرف مثال اخر، عينه من التربه، هذا هو الدي او اي الخاص بيها، او بيسمى في هذا السياق الاي جي اس ان اي دي، وهذه هي عينه التربه لاحد اعضائنا، هو سيستم فور ايرث سامبل ريجستريشن، منظمه منوط بها جمع العينات من مناطق مختلفه ودراستها حول كوكب الارض. ايضا مثال اخر لعينات بيولوجيه من جامعه كايل يونيفرسيتي، احد اعضائنا من المانيا، فهذه عينه بيولوجيه اخرى. فزي ما حضراتكم شايفين طيف واسع من العينات وطيف واسع من العلوم والعينات أو السامبلز الموجودة في كل هذه العلوم المختلفة، بداية من العلوم الطبية، الهندسية، العلوم الفيزيائية، نهاية بالفنون والثقافة. ممكن أيضا أن تحصل على معرفات اي جي اس ان اي ديز، وكل ذلك ممكن أن يتم من خلال منصة أو الانفراستراكشر التي طورتها داتا سايت. فحصولك على عضوية ممكن يسهل ليك حصول أو زيادة استكشاف مخرجاتك البحثية مثل الأطروحات الماجستير والدكتوراه والبريبرنت والكونفرنس بروسيدنج، وتمكنك أيضا هذه العضوية من التسجيل السامبلز كل العينات الخاصة بمؤسستك البحثية أو حتى بدولتك في حالة إن أنت كنت بتقود تحالف لداتا سايت في دولتك أو في منطقة جغرافية معينة. في النهاية دي بعض المصادر الهامة الخاصة بالاي جي اس ان. عندنا السبورت بورتال الخاصة بداتا سايت فيها معلومات مفصلة عن هذا السياق، عندنا فابريكا جايد، عندنا تيستينج جايد. فلو في اي حد من اللي بيسمعونا حاليا مثلا مهتم ان هو يحصل على تيست اكاونت ليستكشف حصول او ربط مستودعه بالدي او ايز في تيست انفايرمنت، ممكن يتواصل معايا ونستكشف هذا الموضوع. عندنا كمان صفحات دعم مخصصة للاي جي اس ان بالاضافه الى الموقع الرسمي لمؤسسه اي جي اس ان دوت اورج، عليه كل التفاصيل الخاصه بالبيست براكتسز. كمان داتا سايت لديها زميلنا روري ادمونز، وهو سامبلز كوميونيتي مانجر مخصص، او وظيفته الرئيسيه هو دعم السامبلز كوميونيتي او مجتمع العينات داخل داتا سايت، وهو مخصص لهذا السياق. ففي حاله وجود اي استفسارات ممكن تتواصلوا معايا بشكل مباشر او info@datasite.org في حالة وجود اي اسئلة. شكرا جزيلا لحضراتكم، بذكر حضراتكم لو في اي سؤال او استفسار ممكن تحطوه في الكيو اند اي بوكس، وان شاء الله يكون عندنا حلقة نقاشية في نهاية هذا العرض. خليني حاليا انتقل للبريزنتر معانا الدكتور نبهان الحراسي، اللي هيتكلم عن دور المستودعات المؤسسية وهيعرض لنا تجربة المستودع الوطني العماني شعاع. تفضل دكتور نبهان. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. في البداية حقيقة أتوجه بالشكر الجزيل لمؤسسة داتا سايت على هذه الدعوة الكريمة، وأيضا حقيقة على جهودهم المتعلقة ب يعني ضبط المحتوى وبخاصة في المنطقة العربية، وأيضا رفع الوعي بأهمية أن يكون هذا المحتوى له تأثير وأن يكون متوافق أيضا مع المعايير الدولية، فلهم كل الشكر والتقدير على كل الجهود، وبإذن الله ماضين في ما يتعلق بالاشتراك والتسجيل في هذه المعرفات، سواء كانت معرفات الكيانات أو معرفات العينات اللي هي تعرفنا عليها اليوم حقيقة، وأعتقد أنها راح تفتح آفاق يعني كبيرة، وبخاصة للجامعات والمتاحف، وأيضا المتاحف العلمية، كون أنه الكثير من الكليات العلمية أيضا لديها متاحف يعني علمية خاصة بها، وبالتالي تتطلب منها مثل هذه معرفات العينات. الشكر أيضا موصول لكل الزملاء المشاركين في هذه الندوة، الدكتور يوسف طرمان لك كل التحية والتقدير، ومتشوقين دائما للقاء
وزميلنا أيضا المهندس مسعود الشريف، شكرا لكم على هذه الدعوة، وشكرا لكم على يعني دعوتنا للمساهمة في هذه الندوة. وكما ذكر الأستاذ محمد، ستكون مداخلتي يعني حول أهمية المستودعات الرقمية، و يعني أتحدث بعد ذلك إن شاء الله عن تجربة سلطنة عمان في إنشاء المستودع البحثي العماني، وهي حقيقة يعني تجربة بحمد الله ثابتة، ويعني فيها كل عوامل البقاء والاستمرارية بإذن الله. وأبدأ حقيقة بالمستودعات الرقمية، وهي حقيقة يعني معروفة على أنها أنظمة لإدارة المحتوى، وتسارع حقيقة انتشار المستودعات الرقمية في الفترة الأخيرة بشكل كبير، وهذا الأمر نابع من رغبة الدول في حفظ إنتاجها الفكري، وحفظ كذلك يعني ذاكرتها الوطنية. وأيضا يعني بتنوع هذه المستودعات، هناك مستودعات يعني رقمية وطنية، وهناك مستودعات أيضا مؤسساتية، لكن كلها في النهاية تتجه نحو حفظ الإنتاج الفكري ومعالجته ثم إتاحته، قد يكون في أغلب الأمر بشكل مفتوح، بما يؤدي في النهاية إلى يعني احترام وتقدير مبادئ الوصول الحر للمعلومات. المستودعات الرقمية حقيقة الأمر برزت بشكل كبير، وبخاصة في الجامعات، كون أن الجامعات بشكل يعني أدق هي مرتبطة بالإنتاج الفكري، ولكنه نلاحظ أن هناك اتساع خلال الفترة الماضية لأيضا الكثير من المؤسسات البحثية و الوزارات، المراكز مثلا مراكز الإحصاء إلى آخره، بعمل أيضا مستودعات رقمية للإنتاج الفكري. تبقى الأهمية دائما أهمية المستودعات الرقمية بشكل كبير في حفظ يعني الذاكرة وحفظ الإنتاج الفكري، وهذا الأمر في غاية الأهمية اليوم. يعني الحفظ الطرق التقليدية لا يضمن لك الاستمرارية، وفي كثير من الأحيان يعني يواجه تحديات كثيرة، ولعلي أذكر لاحقا بعض التحديات اللي واجهناها هنا في عمان، مثلا بعد ممارسة وبعد إنشاء المستودع البحثي. أيضا يعني المستودعات الرقمية أدت دور كبير جدا في ظل الأزمات، وكان أهمها أزمة كورونا التي مرت على العالم، وكانت أزمة كبيرة يعني مرحلة تاريخية فاصلة تعتبر أزمة كورونا. بقت المستودعات الرقمية تقدم خدماتها بشكل مفتوح في البيئة الافتراضية، وقدمت يعني خدمات للباحثين، وقدمت خدمات للجامعات، وظلت مفتوحة. أتذكر أنه المستودع البحث العماني دشن قبل أيام فقط من أزمة كورونا، وكان حقيقة له دور كبير جدا في عرض الإنتاج الفكري العماني، وخاصة الإنتاج الفكري لجامعة سلطان قابوس والجامعات العمانية، فظل الطلبة الذين التحقوا بالتعليم الإلكتروني بإمكانهم الاستفادة من المحتوى الإلكتروني. طبعا أيضا المستودعات الرقمية اليوم هي حقيقة تعد العمود الفقري، وتعد يعني الأداة الأنسب لتحقيق بعض المبادئ، مثل ما قلنا الوصول الحر للمعلومات، وأيضا العلم المفتوح الذي حقيقة برز بشكل كبير جدا خلال جائحة كورونا، وهو يقصد به إتاحة المعرفة وإتاحة يعني الإنتاج الفكري، وإتاحة حتى ما يتعلق مثلا بالمحاضرات والفصول، ما ينتج في الفصول الدراسية بشكل مفتوح حتى يستفاد منه بشكل كبير، وأيضا يمكن الدخول عليه من كل مكان. أيضا المستودعات تحقق أعلى مستوى للشراكة العلمية والبحثية. اليوم أنت تستطيع حقيقة أن تحقق شراكات مع جامعات، وتحقق شراكات مع دول مختلفة، تتشارك الإنتاج الفكري بكل سهولة عندما يكون متضمن في مستودعات رقمية أو قواعد بيانات رقمية.
اليوم حقيقة يستفاد من هذه المستودعات أيضا بشكل كبير في اتخاذ القرار وفي التخطيط الاستراتيجي. كل الدول تقريبا لديها خطط استراتيجية كبيرة جدا، وهذه المستودعات توفر بيانات وتوفر أبحاث علمية، يمكن من خلال هذه البيانات والأبحاث العلمية صناعة قرار والتخطيط الاستراتيجي للمستقبل، وأن تكون كافة القرارات مبنية على بيانات تم إنتاجها بجودة عالية، يعني وأيضا تم يعني إنتاجها من قبل متخصصين. لضيق الوقت سوف أبدأ مباشرة بعرض النبذة حقيقة عن التجربة العمانية شعاع، أو المستودع البحثي العماني. وهذه التجربة حقيقة الآن تقريبا نحن في السنة الرابعة منذ تدشين هذا المشروع، والحمد لله منذ بدايته هو ينمو باستمرار، والحقيقة أنه بدأ يحقق أهداف وبدأ يحقق أيضا تأثير كبير، ليس فقط على المستوى يعني المحلي على مستوى سلطنة عمان، وإنما حتى على المستوى الإقليمي والدولي. وراح أتعرض إن شاء الله وأتحدث عن بعض هذه النقاط. طبعا المستودع هذا أسسته جامعة السلطان قابوس بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وهناك ذراع حقيقة استثماري وتقني تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وهي الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم. وحقيقة زميلنا الدكتور يوسف هو أيضا يترأس حقيقة الشبكة العربية أيضا للبحث العلمي والتعليم. هذه الشبكة المحلية العمانية لها دور كبير حقيقة في نشأة هذا المشروع، وفي أيضا حقيقة رعايته فنيا والإشراف عليه فنيا بشكل يعني دائم. طبعا منذ حقيقة بدء المشروع، وهذه نقطة مهمة يعني أرغب في يعني الحديث عنها، أنه في البدايات حقيقة لم يكن هناك يعني الاتجاه فقط لتصميم قاعدة بيانات فنية، مع يعني الاعتراف بأهميتها وأنها هي المحصلة النهائية، لكنه كنا في البداية نؤسس لمشروع أنه يكون مكتمل، يعني من ناحية الأهداف مكتمل، من ناحية التشريعات والقوانين مكتمل، أيضا من ناحية رؤيته لبعض القضايا مثل الملكية الفكرية. ف يعني طبعا هناك لدينا كتيب للسياسات والتشريعات، وهذا معتمد من قبل الوحدات المختصة في الدولة، وكذلك حددنا أهداف المشروع وحددنا أيضا رؤيته كما هي ظاهرة أمامكم، وحددنا أيضا يعني الرسالة التي نحاول تحقيقها من خلال هذا المشروع. بعد ذلك أتت حقيقة قضية صناعة القرار على المستوى الوطني، تبنت كما قلت لكم هذا المشروع وزارة التعليم العالي وكذلك جامعة السلطان قابوس، فصدر قرار من جهات عليا في الدولة بإنشاء هذا المشروع وتمويله وإدارته. ثم بعد ذلك حقيقة شكلت لجنة تنفيذية لحقيقة البدء في تنفيذ هذا المشروع، ثم بعد ذلك حقيقة بدأنا بقضية تصميم قاعدة البيانات بناء على يعني رغبتنا وما نحتاجه في هذا المشروع. لذلك أنا أقول دائما إنه بعض المشاريع أو بعض المستودعات الرقمية كانت الإشكال فيها إنها بدأت بالتصميم الرقمي أو بالتصميم التقني قبل أن تكون لديها رؤية واضحة، وقبل أن تكون لديهم أهداف واضحة، وقبل أن تكون لديهم تشريعات وقوانين أيضا تحميهم واضحة ممكن أن ينفذوا بها إلى المؤسسات وخاصة مؤسسات الدولة. فهذه هي الأهداف كما هي ظاهرة يعني أمامكم، وهذه أهم المبررات التي من خلالها حقيقة أنشئ المشروع. أولا كان هناك تشتت كبير للإنتاج الفكري العماني، لا يمكن الوصول للإنتاج الفكري العماني بسهولة، وتوجد يعني مؤسسات كثيرة معنية بإنتاج الفكري في سلطنة عمان. إذا توحيد الجهود وأيضا دفع مشروعات الرقمنة، يعني هذا المشروع بالذات الآن خلال 4 سنوات حقق حقيقة رقم كبير جدا من تحويل الكثير من المصادر العلمية من مصادر مطبوعة إلى مصادر رقمية. لدينا وحدة خاصة بتحويل المصادر من مطبوعة إلى رقمية قبل إدخالها في هذا
المشروع. البعد الاقتصادي طبعا عدم تكرار الجهود أن يكون هناك مشروع وطني متكامل يخدم الدولة ويخدم كافة مؤسساتها التعليمية والبحثية، دعم التعليم وأيضا مشاركة المبادئ العالمية. اليوم احنا جزء من العالم، العالم ينادي بمبادئ الوصول الحر، العالم أيضا ينادي حقيقة بمبادئ العلم المفتوح، فبالتالي من خلال هذه التجربة نكون احنا ضمن هذه المبادئ ونقدم يعني هذا المشروع أن يكون مرآة للدولة بالخارج، كونه أنه مشروع حقيقة مفتوح بالكامل، لا توجد أي عوائق للدخول للمشروع والاستفادة يعني منه. طبعا يحتوي على كل الإنتاج الفكري، سواء كانت الإنتاج الفكري التاريخي كالمخطوطات وال يعني الوثائق، أو حتى البحث العلمي المعاصر الحديث، ما تنتجه الجامعات من أبحاث علمية في مجلات علمية أو رسائل ماجستير أو دكتوراه، حتى شهادات الابتكار التي تخرج من الدولة أيضا توثق في هذا المشروع. وأن مرحلة قادمة إن شاء الله وهي توثيق المواد السمعية والبصرية التي لها طابع علمي، هناك محتوى كبير جدا أنتجته جامعة السلطان قابوس عبر 4 يعني عقود، وأيضا وزارة الإعلام أنتجت الكثير من المواد السمعية ذات الطابع العلمي. فبالتالي إحنا الآن حقيقة يعني أيضا بإذن الله ستكون المرحلة القادمة لإدخال هذا الإنتاج الفكري. مرينا بعدة مراحل حقيقة، يعني من أهم هذه المراحل حقيقة توقيع الاتفاقيات مع مؤسسات الدولة. الآن في قرار من الدولة أن كل المؤسسات الدولة لابد أنها تدخل في المشروع وتوقع اتفاقية. هذه الاتفاقية حقيقة لا توجد فيها اعتبارات مالية، ما يوجد فيها أنه حقوق وواجبات المؤسسة، وبالتالي ما دورها وما دور اللجنة التنفيذية التي قائمة على هذا المشروع. توقيع الاتفاقية حقيقة ساعدنا بشكل كبير جداً لإدخال المحتوى الفكري الذي تنتجه كافة مؤسسات الدولة. المؤسسة فورا بعد توقيعها للاتفاقية تكون ملزمة بإدخال إنتاجها الفكري، طبعا ليست هي من تقوم بإدخاله وإنما اللجنة من تقوم بإدخاله، لكن على هذه المؤسسة تسليمه إلى اللجنة للشروع في إدخاله. أيضا مراحل أخرى تتعلق بالتسويق والدعم والاستشارات وترقية المشروع بشكل دائم يعني فنيا. طبعا نتوقع أن هذا المشروع يكون له تأثير على المدى القصير ويكون له تأثير أيضا على المدى الطويل. من التأثير على المستوى القصير التعريف بالإنتاج الفكري العماني، التعريف بإنتاج المؤسسات العمانية، زيادة عامل التأثير وتأثير الأبحاث كما ذكر الأستاذ محمد مصطفى من خلال إتاحة المجال دائما للحصول عليه ويعني يعني قراءته بطريقة يعني مفتوحة، تعزيز التواصل العلمي والتعريف بالباحث والكاتب العماني باستمرار. لكن على المدى البعيد حقيقة سيمكن هذا المشروع الكبير من دراسة طبيعة الإنتاج الفكري العماني، ما هي اتجاهاته في أي موضوعات، كم ننتج في العام مثلا. هذا الأمر قريبا سنتمكن من عمل مثل هذه الدراسات العلمية، وهي مهمة حقيقة للتخطيط فيما يتعلق بالإنتاج الفكري. التوافق مع استراتيجية عمان 2040، وخاصة فيما يتعلق بصناعة القرار والتخطيط الاستراتيجي، وأن تكون هذا المشروع أيضا يحقق يعني رؤية واضحة في أن هذه البيانات أصبحت متاحة وبإمكانها من خلالها صناعة القرار. قواعد بيانات مؤسسية، التوافق مع المبادئ الوصول الحر العالمية، ورفع مستوى صناعة القرار في الدولة، هذه كلها إن شاء الله ستتحقق تباعا يعني من خلال هذا المشروع. من التوجهات حقيقة لهذا المشروع زيادة المحتوى بتسارع كبير. بدايتنا حقيقة كانت السنة الأولى والثانية ندخل تقريبا 5000 تسجيلة في كل عام، لكن منذ السنة الثالثة والرابعة بدأنا نزيد بتواتر أكبر حتى وصلنا إلى 10000 تسجيلة في كل عام، وإن شاء الله دائما نطمح للزيادة. دائما
نلتقي هناك لجنة لديها اجتماعات ونعرض هذا المشروع لدى أيضا لجنة توجيهية، تحليل دائما للواقع، للإخفاقات، للإنتاجية إلى آخره، وهذا يساعدنا دائما في تقييم أنفسنا باستمرار. أيضا هناك تسويق سواء كان عن طريق مواقع السوشيال ميديا شغالين فيها باستمرار، أو عن طريق إقامة حقيقة سيمينارات وندوات ومحاضرات في المؤسسات، وخاصة المؤسسات التعليمية. أحد يعني هذه المحاضرات حضرها أكثر من 500 مشارك يعني، فبالتالي بعض منها تلقى يعني حقيقة حضور كبير جدا. أيضا يعني وفرنا أو سخرنا الشراكة المجتمعية، هناك متطوعون أيضا في هذا المشروع، المتطوعون مثلا في فهرسة المصادر، وأيضا يعني بعض المتطوعون يساعدوا معنا في الإدارة وفي التسويق. أيضا لدينا دعم حقيقة مؤسساتي بشكل كبير جدا في الوقت الحاضر، الحمد لله الكل بدأ يدرك أهمية هذا المشروع وأنه الكل مستفيد منه، فهذا الدعم أصبح ليس فقط من الباحثين والدارسين وإنما أيضا حتى على مستوى المؤسسات. طبعا المشروع لديه مجموعة من المبادئ، أولا لا للتكسب من المعلومات والمعرفة، فلذلك أول قيمة لهذا المشروع أنه متاح ضمن مبادئ الوصول الحر للمعلومات، ضمن مبادئ أيضا العلم المفتوح، لا نتوقع أي تكسب من أي معلومة متاحة عبر هذا المشروع. هناك أبحاث الآن بعشرات الآلاف متاحة، رسائل ماجستير، رسائل دكتوراه بالنص الكامل، أوراق علمية، مؤتمرات، أيضا ندوات، كلها متاحة بالنص الكامل عبر هذا المشروع دون أي رغبة ودون أي توجه للتكسب من هذه المعلومات. دعم المؤسسات التعليمية والأكاديمية، ولا أخفيكم سرا حقيقة أنه كان معظم المحتوى موجود في جامعة السلطان قابوس، وكان يعني عمان مترامية الأطراف، الطلبة يأتون من كافة المحافظات ليستفيدوا من هذا المحتوى، يقطعوا مئات الكيلومترات، والآن الحمد لله بعد هذا المشروع أصبح بإمكانهم من ضغطة زر إنزال أي رسالة ماجستير أو أي بحث بكل سهولة. أيضا ما يتعلق بمبادئ صون البيئة والحفاظ عليها من خلال يعني التقليل من الأوراق ويعني صون البيئة. كما قلت إنه هذا المشروع هو مرآة عمان للخارج، لكل العالم، هو متاح يعني، وصلتنا طلبات حقيقة من منظمات دولية حول معلومات دقيقة عن عمان، أبحاث علمية دقيقة عن عمان، والحمد لله كانت متوفرة وموجودة في هذا المستودع، وتم يعني تم استرجاعها وإرسالها لهذه المنظمات بكل سهولة. قوة هذا المشروع بأن الحوكمة واضحة جدا، حوكمة هذا المشروع اليوم تتبنى هذا المشروع جامعة السلطان قابوس ووزارة التعليم العالي. هذه الصورة التي أمامكم حقيقة من حفل تدشين هذا المشروع، وهذه اتفاقية وقعت بين جامعة السلطان قابوس ووزارة التعليم العالي، حددت المهام وحددت قضية التمويل وحددت كافة يعني العاملون في هذه يعني في هذا المشروع. جامعة السلطان قابوس تتبنى الفهرسة والتسويق وعقود العمل، وزارة التعليم العالي لديها كل الأمور الفنية والتخزين السحابي والدعم الفني والدعم المالي، فالأمور كلها واضحة. أحيل الموضوع إلى لجنة تنفيذية، هذه اللجنة حقيقة تعمل تجتمع باستمرار، ومن مهامها إعداد الخطة التنفيذية للمشروع، إعداد التقارير، تشكيل فرق العمل، توقيع عقود العمل مع المفهرسين، إعداد وتوقيع الاتفاقيات مع المؤسسات، التسويق والتدريب، الدعم الفني، ترقية المشروع، الرقمنة، تحويل المصادر إلى رقمية، وكذلك الفهرسة. بطبيعة الحال لدينا مجموعة من التحديات أذكرها في دقيقة واحدة بسبب بحدود الوقت المتاح. من أهمها حقيقة يعني التسارع الرقمي والتكنولوجيا، هذه دائما تخليك أنت يعني في كثير من الأحيان مضطر إلى المواكبة. إلى أي درجة أنت تستطيع أنك تواكب أو لا تستطيع أنك تواكب، هذه نقطة حقيقة دائما نقيم فيها أنفسنا. ومثل ما شايفين اليوم إحنا ما ذكره يعني الأستاذ محمد مصطفى من معرفة يعني معرفة الكائنات ومعرفات أيضا العينات، هذه كلها تسارع تقني
يبرز بشكل كبير أمامنا، وبالتالي لابد أنه نواكب مثل هذه التطورات. أيضا الذكاء الاصطناعي والتطور الكبير فيه لابد أنه نكون مواكبين. أيضا يعني قضية الدعم سواء كان المالي أو اللوجستي دائما يشكل تحدي، ولكن الحمد لله خلال العام آخر يعني تقريبا 15 شهر من عمر هذا المشروع حقيقة كان هناك تطورات كبيرة بعد توقيع الاتفاقية بين جامعة سلطان قابوس ووزارة التعليم العالي. التسويق بكل أشكال التسويق أيضا يشكل تحدي كبير، الاستمرارية والديمومة، كون أنه هذا المشروع حقيقة لا غير مرتبط بحدود زمنية معينة، كل ما كان هناك إنتاج فكري ينتج في عمان فهذا المشروع قائم وهذا المشروع يعني مهم. هذا جانب من توقيع الاتفاقيات، هذه الصورة هي حقيقة جانب من توقيع الاتفاقيات التي نوقعها مع كافة مؤسسات الدولة، مهمة جدا جدا، هي التي أدت إلى ديمومة المشروع، وهي اليوم اللي احنا من خلالها نكون راسخين ونكون يعني عارفين يعني كافة الإنتاج الفكري العماني، وفي النهاية يضم في قاعدة بيانات واحدة. هذه كلها صور من توقيع الاتفاقيات، هذه كلها مواقع، أيضا موقع والسوشيال ميديا وحساباتنا في السوشيال ميديا. شكرا جزيلا، أعتذر قد يكون على يعني السرعة في الأداء، وهذا بسبب ضيق الوقت، ولكن لو في أي أسئلة، وأيضا هذه المادة العلمية ممكن أيضا تتاح، وأكون سعيد دائما أيضا بالتواصل مع أي شخص يحب يتعرف أكثر عن التجربة هذه. يعني هذه التجربة عرضت أيضا في مجموعة من الدول بعد دعوتنا من قبل دول معينة لعرض التجربة، فمستعدين لعرضها في أي مكان، في تفاصيل قد تكون يعني حيز الوقت لم يسعفنا لذكرها اليوم. وأشكركم وأشكر مرة ثانية مؤسسة داتا سيتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزيل الشكر دكتور نبهان على هذا العرض الوافي للمستودع الوطني العماني. أنا بعتبره أحد التجارب الملهمة في الحقيقة، كمثال حقيقي على أرض الواقع لمستودع وطني يضم طيف واسع من المخرجات البحثية في دولة عمان. شكرا جزيلا. الآن هننتقل للأستاذ يوسف طرمان، المدير العام لشبكة البحث والتعليم العربية، هيتطرق للحديث عن دور شبكات البحث والتعليم في دعم حركة العلم المفتوح والوصول الحر في المنطقة العربية. تفضل أستاذ يوسف. You are mute. لو تشغل الصوت عندك بس أستاذ يوسف. بعتذر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أولا شكرا أخي محمد على الدعوة الكريمة، وإن شاء الله نكون مفيد. وأنا سعيد أول شيء في البداية موضوع إنه الانتقال من أو الارتقاء، تسميه هو انتقال، أنا بالنسبة لهم جدا من معرفات الكائنات إلى معرفات العينات، وهذا النقل كثير بتساعد إنه لنشر مفهوم العلم المفتوح، لأنه العلم المفتوح عادة يعني حاجز على الكلام لاحقا، محصور عند في اذهان كثير من الناس، محصور في البيبرز والجورنالز والببليكيشن والاوبن اكسس عموما. وكمان بدي اثني على الزملاء المتحدثين، اخواني المتحدثين، وبشكر الدكتور نبهان اخي وصديقي على اللي يعني سهل مهمتي في القارب، لانه طرق اول شيء انه يعني يمكن جاوب على اشياء كثيره، اللي هو دور الدوله ودور القيادات في فهو مر على مثلا دور وزاره التعليم العالي، دور الجهات المختلفه بانجاح هذا المشروع، وهذا مهم جدا، اضافه لانه ذكر بشكل خاص عمرين اللي هي من اهم الشبكات البحثيه في المنطقه العربيه، وكنا سعداء في لقائهم في اكثر من مكان. خليني ابدا، انا يعني اعذروني راح تكون الشرائح بالانجليزي والشرح بالعربي، ما استطعت يعني، هاي اولا. يمكن تكون السلايدز طويلة شوي، فأنا ما راح أمر عليها كلها، بحب أتركها دائما بين إيدين المنظمين، بحيث إنه إذا كما حد يرجع لها، لأنه خاصة نحن نحكي عن مفهوم قد لا يكون واضح للجميع، اللي هو موضوع مفهوم شبكات البحث والتعليم. اسمحوا لي أبدأ بسم الله. لازم نبدأ من هون، أنا بحكي عن حالي، يعني الصور هاي كلها مش من عندي، هاي الصور من
الناشرين وكالات الأخبار وكذا على ما حدث في غزة وفلسطين، وكذلك حتى السودان حاليا وما إلى ذلك. لازم نذكر انه احنا لازم نشوف الطرق اللي نساعدهم، والجامعات دمرت بالكامل بالرغم انهم متفوقين. انا لازم اذكر انه فلسطين متفوقه في موضوع، يعني كان في مشروعين انا بذكرهم بسرعه اللي هي الرومر، والموضوع اللي هو الفلسطيني للمكتبات، وفي اكثر من نشيط نشاط. الدكتوره راويه من الجامعه الاسلاميه في غزه التي لم تعد جامعه حاليا انضمت لفريق آسرين كاحد خبراء العلم المفتوح في آسرن في المنظمة العربية للشبكات المفتوحة للتعليم، فهي من فريقنا اللي إن شاء الله راح يساعد نقل التجربة الفلسطينية. لا يعني إنه هي الوحيدة، ولكن إنه الخبرات هاي برضو موجودة، وإن شاء الله إنه تكون هي سفيرنا بإنه نساعد إرجاع الأمور أو مساعدة الإخوة في فلسطين وكذلك السودان. بشكل سريع، الشبكات المحتوى التعليم هي شبكات متخصصة للباحثين، تربط المؤسسات البحثية والأكاديمية لهدف توحيد استخدام الخدمات، توحيدها، مشاركة الموارد المختلفة، والتخفيف من الاستثمارات في تكرار مثلا شراء أجهزة أو تجهيزات، تكون هاي مشتركة للجميع من خلال شبكة وطنية للبحث والتعليم. وهذه الشبكات الوطنية هي مرتبطة بشبكات إقليمية. الشبكة الإقليمية هي في الأخير بتربط بين الشبكات الوطنية بالمنطقة. أنا راح أمر على مثال توضيحي لاحقا. ومن ثم الشبكات الإقليمية هي التي تشكل الشبكة العالمية للبحث والتعليم. بشكل عام، الدوافع والضرورات لهذه الشبكة، أول شيء أنه توفير بنية خاصة للباحثين والأكاديميين للتعاون والتفاعل، وكذلك أنه بتساعد على الشراكات. يعني لما مثلا بوجود شبكة أمرن ساعدت أن كل الجامعات، الشبكة العمانية أمرن ساعدت أن كل الجامعات تستخدم الشعاع من خلال هذه الشبكة، إذا بتساعد على شراكات، وهذه الشركات قد تندرج وتتوسع إلى المستوى الإقليمي، وهذا ما ننظر إليه بالتعاون مع إخواننا في عمان، مثلا يكون هذه التجربة تتوسع وهكذا. هذا مثال ثاني. الكوست اوف ريسيرش، تكاليف البحث العلمي في حالة وجود موارد مشتركة، هذا يقلل من تكاليف البحث العلمي ويساعد على رفع الكفاءة، لأنه العمل راح يكون جماعي من خلال شبكة واحدة، كأنهم في مختبر واحد أو كأنهم في غرفة واحدة بيتعاملوا مع بعض من خلال الأنظمة اللي بنقدمها الـ Virtual Organization وما شابه، والتطبيقات اللازمة لهذا الغرض. هاي المثال بحاول أوضح فيه اللي يعني اللي أنا بتكلم عنه، إنه هو بشكل عام كل دولة فيها مؤسسات، هذه المؤسسات مرتبطة مع بعضها على بالشبكة الوطنية، ومن ثم الشبكة الوطنية مرتبطة بالشبكة الإقليمية. العالم فيه مجموعة من الشبكات الإقليمية اللي هي الديكلار في أمريكا اللاتينية، جاينت في أوروبا، وبروتونت ألاينس في جنوب شرق أوروبا، شرق جنوب وشرق أفريقيا، وأكرين في وسط سنترال أفريقيا، آسرين اللي هي المنطقة العربية كاملة، وتنهاي في منطقة الشرق الأقصى والمحيط الهادي. هاي لوحات بشكل مختلف حتى للتوضيح أكثر. الدول التي فيها شبكات والدول التي لا تمتلك شبكات. منطقتنا العربية تفتقر، بعض الدول لا يوجد فيها شبكات بحث التعليم، ولكن إن شاء الله أن الأمور تتحسن ويتطور. آسرن هي المنظمة العربية الرسمية للشبكات الإقليمية لشبكات البحث والتعليم، يعني الدول العربية، كإحنا بنعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية ولسنا من مؤسساتها، ولكن رئيسنا الفخري هو أمين عام جامعة الدول العربية من جهة، وكذلك إحنا أطلقنا آسرن برعاية ب 2010 برعاية الدكتور عمر موسى، في هذاك الوقت كان هو أمين عام جامعة الدول العربية، ولا زال الرئيس الفخري لنا هو أمين عام جامعة الدول العربية. يعني خلينا يعني محورنا يعني تتمحور رؤيتنا ومهمتنا في أن يكون في عندنا شبكة بحث عربي إقليمية تربط الشبكات البحثية. أنا هاي الأهداف الرئيسية لنا، أنه يكون عندنا شبكة إقليمية عربية للبحث والتعليم، ونساعد الدول العربية التي ليس فيها شبكات بحث التعليم على إنشاء هذه الشبكات. يعني كمثال، إحنا ساعدنا عدد كبير من الدول العربية على إنشاء شبكات وطنية للبحث والتعليم. بالنسبة فيما يتعلق بالشبكة الإقليمية، إحنا بنينا نقاط تجمع رئيسية في حيث التجميع، وراح أمر على الخارطة اللي بتوضح كيف الدول العربية مرتبطة مع شبكة من خلال شبكات البحث والتعليم العالمية العربية والعالمية.
اصلا انتقلنا من نقله نوعيه بالسنه هاي، فغيرنا حتى يعني الايدنتيتي والبراندنج واللوجو، فاحنا عندنا لوجو جديد فخورين فيه يعني، هاي ان شاء الله يعني موجود، راح يكون موجود في كل المطبوعات وعلى الويب سايت وعلى كل اماكننا الحمد لله. يعني عندنا شركاء، احنا لانه احنا اسن هي ليست جمعيه، هي مؤسسه مسجله على شكل شركه غير ربحيه في المانيا، فاحنا نوعين من الشركاء، اما بكون شريك مساهم او شير هولدر، وراح يكون عندنا الشير هولدرز اللي هم من الاردن والمغرب وتونس والسودان وفلسطين ومصر والصومال، بينما الاعضاء من عمان وجيبوتي وليبيا ولبنان وسوريا، وباقي الدول ان شاء الله في القريب راح تكون هي جزء من شبكتنا كمان لاحقا ان شاء الله. يعني اسن الاريز اوف انترفنشن تبعتها تتعلق بانه يكون في عندنا اول شبكات بحثيه خاصه، وكذلك انه احنا بنساعد على السيرفيسز الخاصه او الخدمات المخصصه للاكاديميين، وممكن يكون ايدي روم. دكتور نبهان اكيد يعني من الناس اللي بيعرفوا شو الايدي روم او الايدي جوين فيدريتد ايدنتيتي، برضه عمان متفوقه في هذا المجال، وكذلك السعوديه وعدد من الدول العربيه راح امر عليه بعد شوي. احنا كمان الساينس كوبريشن من ضمن مهامنا اللي كاسر مهتم فيها، وراح امر على التفاصيل لاحقا، هذا مختصر. والكوميونتي انجيجمنت والساينتفك كومبيوتنج، هاي اللوحه بتوضح انه مين الدول العربيه المرتبطه على شبكتنا ومين اللي ليست مرتبطه من جهه، والخدمات اللي تقدمها هذه الدول. يعني لانه هاي جزء انا بتركها لكم تراجعوا، واذا حدا في عنده سؤال بيرجع لي، لانه في بدي ادخل بالموضوع الرئيسي اللي طلب من اخوي محمد اني احكي فيه. انا كمان مشان تكون بالصوره، هاي لوحه ثانيه بتوضح انه المنطقه العربيه تتطور بشكل كبير جدا. يعني حاليا بدينا بال 2011 اسن لم يكن الا 5 دول عربيه في تمتلك شبكات بحث وتعليم، حاليا في عندنا 15 دوله، وفي عندنا 3 دول راح تعلن قريبا انه في عندنا شبكه بحث وتعليم. فاحنا يعني الحمد لله انتقلنا من 5 الى 17 او 18 راح يكون السنه هاي، بعتقد انه نهايه السنه هاي راح نعلن عن 18 دوله فيها شبكات بحث التعليم، راح نعلن عنها في مؤتمرنا السنوي في تونس ان شاء الله. احنا كاسرن يعني ريكوجنايز من كل العالم، ففي عندنا شراكات مع عدد كبير جدا من مؤسسات، من جامعه بما فيها جامعه الدول العربيه، اتحاد الجامعات العربيه، الاتحاد الاوروبي اللي بدعمنا مشاريع كثيره، اليونسكو، سيرن، اي تي يو، يعني قائمه طويله من الشراكات. داتا سايت احنا في بنتناقش معهم في تفاصيل اكثر، شركات راح نبني عليها حاليا، واوركيد وكذلك، يعني معظم الجهات بنتعامل معها نبني نتعاقد معها في شركات. هذا مشروع من المشاريع المهمه جدا بالنسبه لنا، يعني راح اترك التفاصيل انكم تراجعوها. هذا كمان مشروع ثاني انا حبيت هذا المشروع اذكره، لانه كان فيكم في جزئيه خاصه في الاوبن ساينس والتراست اند ايدنتيتي والكلاود، لانه في الاخير اوبن ساينس بحاجه لبلاتفورم وميكانيزم للدليفري للسيرفيس المتعلق بالاوبن ساينس اللي هي مين الكلاود او بلاتفورمز خلينا نسميها، وتحتاج الى التراست ايدنتيتي والفيدريشن اوف ايدنتيتيز حتى الناس تكون عندها اكسس على الاوبن ساينس سيرفيس او تكنولوجي. فهذا المشروع كثير ساعدنا، وفي مشاريع قادمه احنا وهي سابقه برضه مش ضروري امر عليها. هاي دعوه من طرفنا احنا يعني ما بتخص الحضور، لان هي بالاخير هاي دعوه لشبكات البحث والتعليم تاخذ دور اكبر من الدور التقليدي اللي هو بناء الشبكات. برضو هاي يعني ما في داعي نمر على تفصيلها، انا بدي اركز على الدور ما طلبه مني اخوي محمد. بشكل عام اسرن يعني احنا اور كول فور ساينس ديالوج، ساينس ديالوج كمز انتو فور بيلرز. البيلر الاول او المحور الاول اللي هو التعاون العلمي. التعاون العلمي المقصود فيه مش مجرد انه بدنا انه نفعل التعاون العلمي من خلال ادوات، من خلال مؤتمرات، من خلال فورمز اللي نساعد الناس انها تبدا تعزز التعاون. طبعا التعاون العلمي بالاخير لن يتم بدون شبكات بحث التعليم اللي هي شبكاتنا احنا اللي بنقدمها. هذا من جهه، الجهه الثانيه انه احنا الشبكات هي لو ننظر للاس دي جيز، الاس دي جيز راح يعني لو نطلع لك على 17 اس دي جي او هذول كلهم فيهم الشبكات البحث والتعليم لها دور اساسي في هذا في انجاح وتحقيق هذه الاهداف اللي هي التنميه المستدامه وهكذا. بهمنا كمان في اسن نطلع على الاوبن ساينس بما في ذلك الاوبن اكسس، اوبن داتا، اوبن اديوكيشن ريسورسز وما لاحقه.
المحور الثالث اللي هو البلاتفورم، اللي ميكانيزم اللي من خلاله احنا يعني انا ما بقدرش اقول عندي اوبن ساينس بدون ما يكون في عندي ميكانيزم، انه اللي احنا بنسميها بعض الناس بيسموها كلاود، بعض الناس بيسموها بلاتفورم، فاحنا نتطلع يكون في عندنا اور ريجيونال اوبن ساينس كلاود بالمنطقه العربيه، وبدينا في بعض الجزئيات وراح نشارككم بالتفصيل لما بمؤتمرنا لما نعلن عنها ان شاء الله. واهم جانب اللي بنركز عليه اساسا اللي هو الجلوبال ساينس كوميونيتيز، احنا بدون ما يكون في ساينس كوميونيتيز وحتى نعرف حاجاتهم ونوحد خدمات لهم، فاحنا نسعى في اساسا انه يكون في عندنا داتا بيز، مش الداتا بيز بهدفه انه لا احنا بدنا نحصر كل فئه بحث علمي بمواضيعها بحيث انه نوفر لهم الادوات اللازمه لهم، وراح نعمل مسح كبير جدا لكل المنطقه العربيه عن حاجات الباحثين والاكاديميين من خلال تعاملنا معهم كمجتمعات بحثيه وليس كفرادى او كمؤسسات. احنا مثل التوجه تبعنا ليس مؤسسات بحثيه، التوجه تبعنا ان يكون في عندنا مجتمعات بحثيه في موضوع معين بغض النظر كان في عمان او كان في القاهره او كان في الرباط، بهمني انه كمجتمع بحثي نتعامل معه وين ما كان يكون، مش كمؤسسه بحثيه. هذا اللي انا حابب اوضحه هون، فهي الاهداف كلها احنا اللي بنركز عليها اساسا في موضوع التعاون العلمي والساينس ديالوج. هلا في مجال الاوبن ساينس احنا نشيطين جدا جدا جدا، قائمه طويله زي ما انتم شايفين، يعني بالبدايه والاهم ما انا بحاجه لذكره انه احنا بنتعاون مع اتحاد الجامعات العربيه كذراع عربي اقليمي للتعليم، واتحاد مجالس البحث العلمي العربيه كذراع اقليمي عربي اقليمي رسمي للبحث العلمي. فاذا الذراع التعليمي والاكاديمي والذراع البحثي احنا وقعنا اتفاقيات مع بعض بحيث انه احنا نتعاون مع بعض لان يكون في عندنا في مجال العلم المفتوح والتعاون العلمي. وآسرن كذلك وقعت اتفاقية مع مكتب اليونسكو في القاهرة لحتى أن آسرن تقود وتأسس العمل المشترك في المنطقة العربية في مجال العلم المفتوح، وهذه الاتفاقيات موقعة رسميا ومعلن عنها في الميديا وممكن تشوفوها. باقي الجهات يعني كل واحد وحسب نوعها، من أنا ما راح أمر عليها كلها، ولكن راح أمر على أفريكان أوبن سيس بلاتفورم، هي مؤسسة بحيث انها تعزز التعاون العربي التعاون الافريقي، واحنا كنا جزء منها وي كونتريبيوتد لانشاء هاي الافريكان اوبن ساينس بلاتفورم. في امريكا اللاتينيه في عندنا لارفرنشيا، انا بهمنا كمان اليوروبيان اوبن ساينس كلاود اللي هي اهم منصه للعلم المفتوح في العالم، بتقودها وبدعمها الاتحاد الاوروبي، ومشان نكون بالصوره احنا اوفيشال اوبزيرفر فيها وكونتريبيوتر، يعني في زميلنا موجود في قائمة الحضور رائد الزوبي، هو بيقدم وبيساهم في بعض التفاصيل الفنية في هاي اللي بسموه ايوس يوروبيان اوبن ساينس كلاود، والباقي التفاصيل انا ما بدي ادخل فيها كثير لانه زي ما انتم شايفين قائمة طويلة، ولكن احنا ككل الجهات هاي اما انه وقعنا اتفاقيات معهم للتعاون في العلم المفتوح او انه احنا في مناقشة الاتفاقيات. الجميع يعني احنا سعداء بانه اشتغلنا مع الناس، والناس متفقين يعني في اجماع على انه اصل تقود العمليه العربيه في موضوع على المستوى الاقليمي في موضوع الاوبن ساينس كلاود اللي هو الميكانيزم اللي زي ما حكينا عنها. احنا بنينا اور اون برايفت كلاود موجوده حاليا سيت اب كلاود في لندن وجاهز لاي استخدام حدا بده يستخدمه، ونتطلع الى توسيعها من خلال التعاون مع الكوميرشال كلاود بروفايدرز اللي انا بقول لهم امازون ومايكروسوفت وجوجل واورنج وسباركل. احنا بنشتغل معهم بانه يكون في عندنا ذا بان ارب اوبن سينس كلاود، وان شاء الله زي ما حكينا بنعلن عنها في مؤتمرنا السنوي. بنتعاون مع الجهات العلميه والبحثيه باكثر من جهه، وهذول بعضهم المذكورين في القائمه هاي، اما عندنا اتفاقيات تعاون او عندنا في صدر توقيع اتفاقيات تعاون. بشكل سريع احنا في عندنا مشروعين مهمين جدا، مشروع ميدوسا هذا المشروع انا حابب تعرف عنه لانه بذلنا جهد كبير لحتى حققنا مدته 25 سنه، هو جرانت 40 مليون جرانت من الاتحاد الاوروبي لانه نقدم شبكه خاصه لدول شمال افريقيا اللي هي المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر على سعه 200 جيجا بت بير سكند، يعني السعه هاي يعني
هائلة جدا جدا. احنا فخورين انه حصلنا هذا الجرانت وراح ننفذه، وراح يكون جاهز بعد سنة او سنة ونص او سنتين، راح يكون جاهز لهذه الدول. وحاليا نفاوض الاتحاد الاوروبي لتوسيعه الى منطقة الشرق المتوسط. المشروع الثاني اللي هو يوميت بلس، ما بدي طبعا، هذا مشروع معقد جدا قيمته 13 مليون. التارجت تبعته الدول اللي هي المغرب والجزائر وتونس ومصر ولبنان وفلسطين والاردن، ولكن هذا اهم ميزه فيه، اهم جزئيه فيه، اللي هو ريجنال اوبن ساينس كلاود اند سيرفيسز. زي ما تشافين هاي يعني ما بدي مره اطول عليكم بالتفصيل، ولكن راح يكون موجود بين ايديكم من خلال المنظمين لهذه الجلسه. فاحنا يعني عندنا حاليا تمويل يساعدنا على تاسيس الارب اوبن ساينس كلاود اللي حكينا عنه مع الخدمات اللي مساهمه لها، لكن التمويل اللي هو لا ما بيغطي كل المنطقه العربيه، وهو تمويل للتاسيس. يعني احنا بحاجه لاحقا ان يكون اليه للتعاون وبناء والتوسيع، ولكن نقدر نبدا كاسر في هذا الموضوع. يعني اتوقع هاي مش ضروري ادخل فيها حاليا. هلا هون انا بدي نبدا نيجي على موضوع الاوبن سيس اكثر، وبعض الملاحظات. يعني انا ما بحبش يعني اجيب السلايدز او الجرافيكس اللي عملتها اليونسكو واعملها واستعرضها، يعني انا حاولت ان انا ما قراته بحطه هون يعني بالموضوع. فسم اوبزرفيشن من طرفنا احنا على موضوع الاوبن ساينس في المنطقه العربيه، اول شيء اللي هو لاك اوف اندرستاندينج وات از اوبن ساينس اباوت. يعني بشكل عام يعني انا يعني كنا في اكثر من جلسه واكثر من مؤتمر واكثر من مكان، لما نبدا نحكي عن اوبن ساينس يضيق الحديث حتى نصل انه يكون نحكي عن جورنالز وببليكيشنز واوبن اكسس جورنالز. والحقيقه انه يعني اذا بنرجع لليونسكو، يونسكو بتحكي عن ساينتفك ببليكيشنز، اوبن ريسيرش داتا، open educational resources and more. وهون انا بفني على موضوع الانتقال من الاي جي اس ان، بدل ما انه نضل فقط على المعرفات الاولانيه الكائنيه الكائنات. فهي نقله بتفهم بتوضح انه احنا الاوبن سينس اكثر من الدي او ايز او كذا. كمان الملاحظه الثانيه اللي بتتعلق انه لما نحكي عن اوبن ساينس مرات كثيره الناس بفكروها تول، او هي مثلا خدمه، هي مش خدمه، هي كابتشر، هي ثقافه عامه وطريقه اداء العلم. بس الاوبن ساينس هو طريقه لكوندكتنج العلم. طبعا انا لما احكي علم لا ما بقصد الباحثين فقط والاكاديميين، باحثين اكاديميين طلاب والمجتمع العام، لانه كمان في باحثين ممكن في ناس عندهم بيشتغلوا ابحاثهم مش اكاديميين ولا بينتموا لمؤسسات بحثيه مثلا. فاذا الاوبن ساينس كمان بيساعد على انه هاي تكون على لكل الكوميونتي، مش او لكل المواطنين مثلا. كمان في قضيه انه في دول كثيره بتحكي مؤسسات تحكي سبيك اوبن ساينس بس هو اللي دوينج ات. انا راح ارجع على السلايد هذا بعد شوي، لكن انه كل يعني اي كل واحد بيدعي وصلا بليلى، كل واحد بيحكي انه عنده اوبن ساينس. حقيقه يعني لما ندخل بالتفصيل راح يكون هي مش اوبن ساينس، هي يعني يا دوب بدايات قد ترقى انها تكون بدايات الاوبن ساينس. فانا هو كمان مهم جدا انه يكون مفهوم مين يعني فعلا الاوبن ساينس، مين اللي بيكون اوبن ساينس. شيء ثاني انه lack of national or regional strategies and roadmaps towards adapting or implementing open science recommendation. يعني كمان احنا من خلال استقرائنا انه ما في يعني استراتيجيه كافيه، واحنا متابعين الحكي هذا كمان من خلال اليونسكو، لا توجد يعني اراده او مثلا خطه عمل او استراتيجيه خاصه في الدوله او حتى في الاقليم. بالاقليم احنا بنحاول نعمل الاستراتيجيه من خلال يونسكو واتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربي وآسرن، ولكن من خلال على المستوى الإقليمي. بالأخير المستوى الإقليمي لا يفي الدور الحقيقي للناشونال، يكون في ناشونال رود ماب. وكمان موضوع الداتا بوليسيز والداتا ريجوليشن مهم جدا اللي يكون موضح ومعروف. ولازم نحكي انه كمان في افورتس متشابهه واستثمارات قد تكون متشابهه. يعني انا ما بدي اشير لدوله معينه، ولكن انا بعرف في اكثر في دوله معينه واكثر من انه في اكثر من جهه بتشتغل اوبن ساينس وبياخذوا فلوس من الحكومه او من الممولين الخارجيين، وبالاخير ما بتنتهي في انه يكون في عندنا شيء على المستوى الوطني انه هي عباره عن
نشاطات، وقد تكون بعضها فرديه على championship basis، انه واحد نشيط حاب يعمل اوبن ساينس بيعمل، ولما يترك الشغل بتروح النشاطات. هاي كمان ملاحظه مهمه جدا. كمان انه كيف نبدا في الاوبن ساينس، ومين اللي يشتغل فيه وكذا، هاي كمان من المشاكل. انا حاولت احط الاوبزرفيشن هاي بناء على ملاحظاتنا احنا. انا بعرف اليونسكو عندهم جايد لاينز وعندهم بوليتس طويله تحطها، بس انا حطيتها بطريقتي زي ما انا شفتها واكتشفناها، يعني انا وزملائي في اسرب. هاي مثال بالنسبه ل everyone speaks open science but who's really doing it. يعني شفنا كثير مثلا جهات مختلفه وجلسنا معه وحكينا، في النهايه بتنتهي انه هي open access او open data اكثر ما تكون open science على حقيقته. لا يعني إن هذا اللي بالسلايد ما بقلل من شانهم، بالعكس انا بقدرهم، ولكن احنا بنحكي على open science concept بالمفهوم اللي طرحته اليونسكو. هاي مثال ثاني سريع، انه انا كنت في القاهره في مدعو لمؤتمرين بنفس الوقت وبنفس اليوم وبنفس المدينه. في القاهره كان الفورم اللي هو اللي بيعملوه النولج اي، وكان في مؤتمر ثاني بيعملوه انه دي اف سي سي افريكا واتحاد الجامعات الافريقيه، بنفس المدينه وبنفس اليوم بس بينهم يمكن 10 كيلو متر. فيعني قصد الجهد مش موحد مش موجه. احنا بهمنا توحيد الجهود، يعني لو هذول المؤتمرين انا بعرف كل واحد شو التوصيات اللي خرج فيها، مع انه واحد منهم معني في البوليسز اكثر، لكن هذا كمان حكى عن البوليسز. فتوحيد الجهود مهم جدا، وهذا نموذج من انه نحكي انه الجهود قد تكون فرديه او قد تكون جماعيه، بس ولكن لا تغطي الجميع، فالتوحيد مهم جدا. هاي الدعوه تبعتنا احنا، انه اول شيء نبدا على الرول اوف بوليسي اند ديسيجن ميكرز، انه هاي اول شيء نشر المفهوم الصحيح للعلم المفتوح على مستوى البوليسي، على مستوى المؤسسات، وعلى مستوى المواطنين. المواطنين بهمنا يعرفوا، لازم يعرفوا شو الاوبن ساينس، مش بس الاكاديميين ولا الباحثين. كمان انه نطلع على دعم التعاون العلمي، لان التعاون العلمي هو حقيقه اللي في النهايه اذا بدك تعمل اوبن ساينس بيست سيرفيسز في النهايه بدك حدا يستخدمها. إذا بدنا نساعد إنه تعزيز التعاون العلمي من جهة، وبنفس الوقت مجرد ما تعلموا الناس مثلا الأكاديميين والطلاب وحتى المجتمع المحلي إنه في خدمات جديدة، في فرص جديدة للمعرفة وللحصول على العلم، هاي راح في الأخير راح يعني تعزز ضرورة إنه يكون في ناشونال رود ماب، وتعزز إنه في ديماند عالي على الأوبن ساينس. يعني اعتقد ان هاي فائده مزدوجه من هاي العمليه اللي بحكي عنها الادفوكسي فور ساينس اند كوبريشن. اعتقد انه تو انيشيت اند استابليش ناشونال اند ريجنال استراتيجيز اند رود مابس هاي مهمه جدا. احنا في اسرن مستعدين نساعد في من خلال المشروع القادم ومن خلال الخبرات اللي عندنا، يعني عندنا خبره لا يستهان فيها في انه، وراح نعمل كمان يعني ورش عمل احنا للمساعده، ولكن ورش عمل يعني بحسب طاقتنا يمكن نعمل عدد محدود مثلا. فاذا بدنا كمان الدول والستيك هولدرز كمان انه يعملوا كاباسيتي بيلدينج كذا، لانه للناس المعنيين انهم يقدروا يبنوا الاستراتيجيات وخطوات. وانا بثني على التجربه العمانيه مره ثانيه، لانهم هم دخلوا كل الجهات المعنيه او الستيك هولدرز بطريقه صحيحه. فانا دكتور نبهان، انا باكد على دعوتي لحضرتك لمؤتمرنا اللي راح يكون في، راح امر عليه بعد شوي، انك تكون حضرتك من المتحدثين عن التجربه هاي، لانها مهمه جدا، لان هي شامله. يعني دخلنا في المراحل التاسيس، دخلنا في مراحل ان ادخال المعنيين سواء صانعي السياسات كوزارات او سواء المستخدمين. فانا مره ثانيه بثني عن التجربه العمانيه وبدعوكم تشاركونا دكتور. كمان ضروره انه التعاون والتنسيق مع اليونسكو من جهه، وتنسيق مع الريجنال ايفورتس. يعني احنا مثلا كاسر بنحاول نعمل جهود اقليميه، بنتمنى انه الجهود المحليه في كل دوله تعمل تنسيق معنا، بحيث انه يكون مثلا احنا في عندنا مثال بنحاول نعمل نموذج بسيط اسمه لريفرنشيا، انه بنحاول نعمل بسموه انا مش كثير بالعربي اعذروني، لا هارفستنج تكنولوجي، او انه بحيث انه نربط جميع الاوبن داتا ريبوزيتوريز في المنطقه العربيه انتو وان بلاتفورم،
هذا مثلا بيساعد على هارمونايزنج الميتا داتا، وانه فاحنا بندعي انه احنا وراح نوصل لكم ان شاء الله دعوتنا، لانه تنضم الكل، ينضم للبلاتفورم اللي احنا بنبنيها، لانه ربط جميع هارفستنج اول اوبن داتا ريبوزيتوريز انتو ون بلاتفورم، وشغالين عليها، وان شاء الله نتمنى تكونوا معنا فيها. هاي جزء من الهارمونايزيشن او التنسيق اللي بيساعد. ضروري انه يكون بسموه الابروبريت انفراستراكشر تولز كلاودز اند بلاتفورمز. هون بيجي دور شبكات البحث والتعليم، فيجب على صانعي القرارات في الدول دعم شبكات البحث والتعليم واعطائها، ليس الدعم الدعم المالي. انا بقى اخر سلايد، هارمونايز انستتيوشن اندفيدوال ايفورتس، سامحوني، انها تكون تحت يعني كلها تحت مظله واحده، ما بدنا جهود فرديه او مؤسسيه فقط، لا تكون تحت مظله واحده. ستارت باي انكرجنج استابلشمنت اوف اوبن داتا ريبوزيتوريز اللي حكينا عنها قبل شوي. انا بديكم جميعا لمؤتمرنا السنوي راح يكون في تونس، راح يكون من ضمن المحاور تبعته، يعني محور خاص ويوم كامل عن الاوبن ساينس والاوبن داتا والاوبن كلاودز وكذا. سامحوني اذا اطلت، انا هاي الايميل تبعي اذا راح احطه على الشات. اهلا وسهلا فيكم، في اي سؤال واعذروني على الاطاله مره ثانيه، ولكن محاولة إن شاء الله تكون مفيدة. شكرا كثير. شكرا جزيلا أستاذ يوسف طرمان، وبالفعل يعني دور الشبكات البحث والتعليم في وضع الفاونديشن أو القواعد الأساسية، وبعد كده المؤسسات المفروض تقود عملية الاستدامة. نظرا لضيق الوقت بننتقل بسرعة للأستاذ مسعود الشريف، المهندس مسعود الشريف، متأسف، المدير العام لتقنية المعارف، اللي يحدثنا عن ربط المستودعات المؤسسية بالمعرفات الدائمة. تفضل أستاذ مسعود أو مهندس مسعود. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. شكرا لك استاذ محمد على ديتا سايت، حقيقه اللي اتاحت مثل هذه الفرص للتواصل مع مجتمع المكتبات الرقميه عامه والمستودعات الرقميه على وجه التحديد. والشكر موصول حقيقه للدكتور نبهان، لانه حقيقه ساعدنا في تمهيد الطريق لتفهيم فكره المستودعات الرقميه واهميتها، بل هي تعتبر يعني نقاط ارتكاز محورية أو جدا حرجة، خاصة لنا نحن مع هزالة ضعف المحتوى العربي وعدم القدرة على الوصول إليه من أسباب كثيرة سواء تشريعية أو تقنية. وشكرا دكتور يوسف، حقيقة اطلاعنا على مستوى هذا مستوى التقدم والخطوات المتسارعة اللي حاصلة في العالم العربي وكلنا نجهلها. شكرا حقيقة لتطميننا انه هناك في جهود تبذل لتمكين المؤسسات الأكاديمية وكل المعنيين بالبحث العلمي المفتوح، ان هناك في جهود عربية تحاول ان تعبد الطريق وتمكن من النقلة النوعية اللي نتمناها صراحة لإنتاج الفكر العربي. خليني اعمل شير السكرين. مساهمتي حتكون إلى حد كبير تقنية، إلى حد كبير من جوانب تتحدث عن منتج بعينه اللي هو دي سبيس. وطبعا دي سبيس كل يعرف إنه منتج مستخدم في العالم العربي لفترة طويلة ويعتمد عليه كثير من المؤسسات كما سوف نرى. نانوج وير تكنولوجي شركة سعودية عربية معنية في كل ما يتعلق في تقنيات المكتبات عامة، وعلى وجه التحديد معنية في البرمجيات مفتوحة المصدر. يعني أخذنا هذا القرار تقريبا من 2008، كل عملنا سوف يتمحور على جلب وتمكين ودعم وتعريب وترجمة النظم الآلية اللي مبنية على ثقافة الأوبن سورس بروجكت. كثير منا في مجال المكتبات الحمد لله الان، اذا قلنا مثلا جامعه كوحه في من 2008 تقريبا، احنا بدانا 2009 في تعريب واتاحته مجانا للمجتمع العربي. هناك في اكثر من 2500 مكتبه، هذا التقدير الاحصائي اللي نعرف عنهم في العالم العربي بيعتمدوا على كوحه، ومن فضل الله بجهود التعريب والترجمه اللي اتحناها مجانا للمجتمعات العربيه هنشوفه منتشر في مصر والعراق والسودان والخليج.
بشكل كبير جدا. دي سبيس هو المحطة اللي احنا هنقف عندها اليوم. طبعا دي سبيس الكل يعلم دي سبيس بحكم انتشاره عالميا حديثا، غني عن التعريف في العالم العربي. ممتاز. الآن خلينا نستعرض بشكل سريع في مشاركتنا هذه، سوف نتعرض للمعرفات الدائمة وكيفية بناء المستودعات الرقمية باستخدام المعرفة الدائمة. سوف نتعرض لماذا نظام دي سبيس على وجه التحديد، ثم نقطة مهمة جدا نرى أنها تستحق إلقاء الضوء عليها، اللي هي الكينونات الانتيتيز اند لينك داتا. أعتقد أنها هتشوفوا أنه بدونها ما كان ممكن ولا يمكن حقيقة استفادة من المعرفات المستديمة، وخاصة فيما يتعلق بالأشخاص والمؤسسات والمشاريع، والآن بيتكلموا عن الميديا أيضا هذا الإطار. لا أطول هنا، لأن محمد مصطفى أستاذ محمد مصطفى تعرض لأهمية وكيفية تركيبة المعرفات الدائمة وأهميتها، لكن ضروري أن ننوه على جزئية احنا لربما تعنينا نحن في العالم العربي، لأنه عدم استخدام يونيك ايدنتيفاير، معرف مميز لإنتاجنا الفكري، يجعل من الصعب جدا نصل إلى الانتشار والعالمية. لماذا؟ لأنه أولا النصوص العربية غير مفهومة أو في كثير من الأحيان، وزي ما نشوف مثلا مع معرف الأوركيد للمؤلف، تخيل معايا انتشار الكتاب العربي قبل تبني فكرة الـ ISBN للكتاب المطبوع. الأوركيد تقريبا في المقابل نفس الشيء للمؤلف. تخيل معي كم طريقة تكتب فيها اسم العربي بشتى، سواء ثنائي وثلاثي أو رباعي، ناهيك على أنه لما تحول اللغة الإنجليزية أنا اسمي المسؤول لقيته مكتوب 22 مرة مختلفة في العالم العربي، وأفغانستان والكرد لأنه مشهور في الشمال، في شمال الوطن العربي بالذات. لذلك عملية توحيد المسميات، إن لم يكن هناك طريقة آلية توحيد الاسم، فمن الصعب جدا ان تعرف انه هذا المدعو مسعود محمد الشريف هو المسؤول عن هذا البحث وهو ينتمي الى هذه المؤسسه. فالاوركيد اصبحت ضروره حيويه جدا لنا، حتى لو استخدمت اي لغات اخرى، ومن الصعب جدا حتوحد الاسماء. اوكي، على سبيل المثال هنا هذه تسجيله من دي سبيس، تحدث عن ماده التاسيس على المعرفات الدائمه. هنا هنشوف مع بعض في معرفات تعريف هذه المادة بشكل متميز جدا. فنرى مثلا على سبيل المثال Sorry for this. احنا قادرين نشوف الشاشة سيد مهندس مسعود، لو تشرح لنا على اوكي، السكرين هو شوت ما الشاشه فيش بس انا مشكلة. ايوه لا اسف، تمام، ممتاز. الشاشه الترانزيشن متوقف. عموما هنا بس استعراض سريع عن معرفات الماده دي او اي. في هذه الماده حينظر له هنا، هذا الاسم مستخدم مع الماده، معرف الاوركيد كما نرى هنا في مع بوليني اندري معرف الماده. في العالم العربي مع دي سبيس صراحه كمنتج هو ممكن ومدعوم في دعم المعرفات المستديمه. هنشوف هنا معرف الأوركيد لهذه المادة الخبرية، وأيضا نرى أنه استخدام الأوركيد هنا للأخ الدوسري الناصر، ونفس الشيء هنا في المؤسسة البحثية المكتبة الرقمية السعودية. فهذه معرفات تعطي فكرة عن كيفية وآلية استخدامها. إذا هناك عندنا أربعة معرفات متميزة أو persistent identifier مع دي سبيس مدعومة بشكل تقني جميل جدا، وبالتالي
دي سبيس يحظى باهتمام في الجانب هذا في نواحي عديده جدا جدا. المعرفات الكيانات الرقميه حقت الدي اي اصبحت ضروره جدا لتحسين امكانيه الاكتشاف والانتشار، قابليه للوصول، دعم الاستدامه والقابليه للاستشهاد. هنا معروف الاربعه اهم، والان بيتكلم عن البروجكت از ويل، لكن هنا في اربعه اللي هو دي اي طبعا مشترك بين داتا سايت وبين كروس ريف. عالميا لماذا دي سبيس؟ اعتقد الكل يعرف ويعلم ان دي سبيس يكاد يكون هو المستحوذ على اكبر ماركت شير في العالم، 40% تقريبا باستخدامه في المؤسسات البحثيه. وعربيا اعتقد يستحق الاشاده انه في حوالي 95% من النظم المستخدمه في تشغيل المستودعات الرقميه في العالم العربي الان تستخدم دي سبيس. حشارك هذه الرساله البرزنتيشن معكم ان شاء الله. مهم جدا ان نقف عند الكينونات الانتيتيز. في اعتقادي لولا الكينونات، لولا جلب الكينونات مع النسخه السابعه من دي سبيس، يصعب جدا ريلي تنفيذ عمليه الانتيتيز اللينك داتا في، وبالتالي عدم القدره على دعم المعرفات المستدامه. سوف نرى مع بعض ان شاء الله. هنا في نماذج الى بعض الكينونات اللي ذكرت. انا طبعا احاول قدر المستطاع اني ابتعد عن الدخول في التفاصيل، وارغب اني ادخل بقوه بسرعه على التطبيق الفعلي لان الوقت لن يسعنا ان نصل الى نستخدم كل السلايدات. خليني استعرض معكم المستودع الرقمي. هذه منصة معمولة للمستودع الرقمي المؤسسي بصفة تقول ديمونستريشن، بصفة ديمو احنا نتيحه مجانا كل من يرغب ان يبحث ويستطلع ويشوف التقنيات. نقطة أساسية جدا انه كما ذكرت في البداية الكينونات الانتيتيز تلعب دور حيوي بل محوري جدا. بالتالي الاسلوب القديم في الفلات ميتا داتا اللي هي الوصفات المسطحه، مجرد ان حقول بعينها تصف الماده لم تعد ريلي تفيد او تساعد على بناء البيرسيستنت ايديفاير او المعرفات المستديمه داخل المستودعات الرقميه. فترى هنا بالاضافه للمنشور اللي هو الببليكيشنز بكافه انواعه، سواء مقال، كتاب، صوره مخطوطه، فيديو، ايا كان، بدانا نلاحظ الرغبه في التوسع الافقي على مستوى الماده. الماده لم تعد فقط مجرد اللي هي زي ما اقول لك الاخر الدوكيومنت او الاخر العنقود اللي هي تعني فيه، وهذا طبعا الاسلوب او المنهجيه كانت مستخدمه في القطاع الاكاديمي البحثي، انه في نهايه المطاف اتس دوكيومنت. مهما تعقدت الامور في النهايه تصل الى البحث، الدراسه، المخطوط، الكتاب. لكن وجدوا انه ايضا هناك مداخل اساسيه ايضا ممكن نتعرف فيها على انتاج فكري من خلال الشخص نفسه وعلاقاته مع الاخرين، من خلال الاداره مثلا هنا في الاقسام، من خلال مثلا هنشوف هنا مثلا الاشخاص، الشخص بحد ذاته يعتبر مدخل رئيسي في التعرف على uniquely identifying هذا الشخص. وبالتالي كل ما ربط فيه من مواد اخرى ايا كان عن طريق اللينك داتا او البيانات المترابطه اصبح يلعب دور محوري جدا او كمؤسسي. ايضا المؤسسه، الجامعات بكافه اطيافها ايضا تعتبر مدخل رئيسي اساسي، لانه الان زي ما فكره الار او ار اللي هو ريسيرش اورجانيزيشن ريجستري، لو ما عندك انتيتي او ما فصلت المؤسسه حتكون جزء من البنيه التحتيه للمستودع الرقمي، من الصعب جدا بل مستحيل انك تستخدم الار او ار. الار او ار اصبح ضروره، زي ما نشوف هنا جامعه الاميره نوره لها ار او ار يونيك ايدنتيفاير، حيربطها في انتاجها الفكري مع كل ممثليها سواء باحثين سواء مشرفين، اي عضو ممكن عنده نشط ممكن يربط هذه الكينونه مع الاوركيد بما يميز طبعا الشخص ذاته. نفس الشيء المشاريع، المشاريع الآن أصبحت تلعب دور حيوي جدا تتميز، يعني نشاط المشاريع فيما يسمى الريز،
اصبح يلعب دور كبير جدا في تمييز هذا المشروع وتتبعه، سواء من ميزانياته وبداياته ونهاياته ونجاحه، كل ما يتعلق في هذا المشروع. في الدورية، وما أدراك ما الدورية، لها أبعادها ولها أساسياتها، وهي المرجع الأساسي للعملية. فمثلا هنا عندي أنا عدد الدورية، كيف أنا أقدر أبرز جانب العدد للدورية كإنتيتي مستقلة بذاتها، مربوطة في المجلد ومربوطة في المجلة. فهنا لما أنا أدخل على مكتبة الملك فهد، مجلة مكتبة الوطنية كمجلة، تعطيني القدرة على هذا عدد من الأعداد اللي مربوط في المجلد، والمجلد بذاته مربوط في الدورية. فهنا تقدر يونيكلي تلعب دور في إبراز دور هذه المجلة، دورة في كل ما صدر عنها من مقالات. أنا بحاول أستعجل بس العرض الكلي قدر المستطاع. طيب، يهمنا، احنا فهمنا الحين موضوع الكينونات وأهميتها، لأنها هي تشكل الأساس حقيقة في إبراز هذا الجانب. الآن خلينا نشوف مثلا الرسالة الجامعية، مثلا على سبيل المثال هذه إحدى المواد، نجد إنها خلينا ندخل على المنشور. جميل، هندخل على الرسالة الجامعية. هنا عينة من الرسائل الجامعية. شوف هنا دور المعرفات المستديمة في تعريف الرسالة. الرسالة يرجع لها يونيك ايدنتيفاير، معرف مستديم، اللي هو ديجيتال اوبجكت ايدنتيفاير من داتا ساينس. في ايضا يرجع لها ان المؤسسة التي خلفه لها ار او ار يربطها. فبالتالي استطعنا ان نربط طبعا مع، احنا للاسف معظم الباحثين او المشرفين ما عندهم، بالذات هنا في المجموعه هذه من جامعه الامام، لكن هنشوف عينات اخرى تعطينا اكثر رؤيه في فكره انه كيف موضوع الاوركيد مع الدي او اي مع الار او ار قديش تعطي قوه في الوصول الى تمييز هذا العمل وانتشاره حول العالم بسهوله، لان والحفاظ على حقوق المؤسسة والمؤلف من واقع المنشور اللي هو المادة، من خلال ربط الثلاثة ايدنتيفاير بعضها في بعض. على سبيل المثال هنا هذا شخص عنده اوركيد اي دي، اوكي، ومربوط بمجموعة مواد، بعضها اوكي معظمها ما فيها دي او اي. خلينا نشوف مثلا على سبيل المثال الاخ ناصر الدوسري، على سبيل اوكي يعني ناصر الدوسري مربوط معاه مادة هنا مع المكتبة الرقمية السعودية مع الأوركيد اي دي مع دي او اي للمادة. فبالتالي هنا انت ضمنت هنا في هذه الطريقة، لو استخدمت Altmetrics فور انستنت او دايمنشن او اي من المنصات اللي تتبع الاستشهادات، لا يمكن الان تقبل منك انك تنشر عندهم في المجالات من ضمن سكوبس ان لم يكن هناك أوركيد اي دي معروف موجودة متاحة للمؤلف. بالتالي الاوركيد اي دي كجزء من منصه من تسجيله الشخص، فالشخص حد ذاته اصبح ضروره جدا كشخص نستطيع ان نرجع له كماده. هنا هذا ناصر الدوسري از ان اوركيد كمؤلف، بالتالي هنا ويرجع مرجعيته لهذه المؤسسه. لو دخلنا هنا على ناصر الدوسري على سبيل المثال هنجد انه في بطاقته، وبالتالي هنا له تسجيله خاصه فيه، كل ما يتعلق بناصر الدوسري، الويكيبيديا، الاوركيد ايدنتيفاير، الكترونيك ميل. فهنا تلاحظ الشخص ما هو مجرد حقل حطيت اسم الباحث فيه، الشخص اصبح تسجيله مستقله. استخدمنا ماذا؟ الاوركيد سوري استخدمنا الانتيتي في تعريف هذا الشخص ككيان قائم بذاته، ولديه مواد اخرى مرتبط فيها كانتاج الفكري او نشاطه او ريفيون. لو دخلنا هنا على الأوركيد مثلا مباشرة على الأخ ناصر، هندخل على منصة الأوركيد العربية، فهنجد أنه كل أنشطة واهتمامات الأخ ناصر وسجله سواء الأكاديمي أو سجله المهني مربوط مباشرة في منصة الأوركيد. فالآن استطعنا إحنا أن نربط المستودع الرقمي ليغذي منصة الأوركيد. هذه منصة الأوركيد العربية على فكرة،
ومفضل الله لنا دور كبير في ترجمتها للغة العربية، هي عالمية مجانية، أي أحد ممكن يسجل فيها يكون عنده حساب خاص فيه. بالتالي العملية أصبحت في المتناول، سهلة لأي باحث، لأي مهتم، حتى مجرد شخصية عنده نشاطات، فعاليات، مشاركات في مشاريع، في مجتمع، في اجتماعات، أعتقد أنه فعلا الآن الأوركيد يعطيني هذا التعرف عن هذا الشخص. لو دخلنا مثلا على سبيل المثال الشخصية هذه، ندخل على الأوركيد فور انستنس، هنجد له أيضا عملية أنه أكدنا على وجود منصة موحدة لشخص من واقع الأوركيد آي دي الخاصة فيه. بإمكاني أنا في المستودع الرقمي أربط كل المحتاج مني، أن أربط الأوركيد هذا كجزء في مستودع عندي في التعريف هذا الشخص. بعد ذلك أقدر أتعرف على الشخص هذا، هو بإمكانه يدخل على المنصة، على سجلته في أوركيد، يحدثها ببياناته، بيانات الاتصال، وأي أنشطة أو فعاليات يشترك فيها تلقائيا تجدها موجودة هنا. فلذلك أنا ضمنت الوصول إلى كل ما ينتج عن هذا الشخص، سواء في وجوده الحالي في المؤسسة أو مستقبلا ممكن ينتقل إلى أماكن أخرى أو له أنشطة وفعاليات أخرى. فهو بالتالي يهتم أنه كل ما ينتج عنه أو يشارك فيه يكون في متناول المجتمع المهتم فيه. أيضا أي نشاط يضيفه هنا حينعكس تلقائيا في المستودع الرقمي، وهذا هو المبتقى الأساسي للعملية. فإحنا مهم جدا صراحة أننا نعطي الشخص حقه من الاحترام ومن التقييم ومن الإتاحة للوصول. فأتت منصة الأوركيد حقيقة كضمن المواد أو العوامل الأساسية اللي حتساعدنا في التعريف في الشخصيات وإنتاج الفكري. لذلك هنا أصبح الآن في موضوع اللينك ديتا، لو رأينا مثلا على سبيل المثال لو أخذنا مثلا مجموعة من الشخصيات، هنا المدينة المنورة، لو لم تكن مدينة منورة انتيتي، هي مكان، هي زمان كود بي جاست حقل ميتا ديتا، كونه المكان هنا عرف على انه انتيتي، اصبح بامكاننا احنا نضيف الكثير من المعلومات هذا المكان. المكان هذا جدا حيوي وفي انشطه كثيره وفي من يساهم فيه في اماكن كثيره جدا. نفس الوقت البيانات المترابطه، احنا بنسمع عن لينك ديتا والبيانات المترابطه، هنا دي سبيس فعلا اتاح لنا الفرصه بفضل الله انه نطبق الفكره في اللينك ديتا. فهذا المكان مرتبط بمؤسسات، هذا المكان مرتبط بالمسجد النبوي كمؤسسه، في مواقع ايضا اصبحت ضروره. يعني هذا يعني انت جغرافيا تستطيع ان ترجع الى مراجع، فوجدنا مثلا المواقع زي مثلا جبل احد، جبل عير، جبل سلع، اصبحت في المتناول للتعرف عليها من خلال اللينك ديتا، يعني بدون اي ان تضيف اي حقول اضافيه، مجرد ربط. نفس الشيء هنا، هذا المكان تعرض او تم تغطيته بكثير من العلاقات الافتراضيه فيما يتعلق في كماده دسمه، كمكان مربوط في المقالات اللي نشرت والمجلات والتقارير. فانت هنا استطعت ان تلم على عدد هائل من الامكانيات. ايضا هناك المكان هذا ايضا مرتبط باشخاص، والمكان هذا ايضا مرتبط بادارات. فهنا انت توسعت، انت دخلت تبحث عن نمط معين، فوجدت انه هذا المكان مدينة منورة، هناك في شخص اللي هو الامير فيصل بن سلمان عندما كان امير هناك، كشخصيه معتبره له كيانه وله ايضا حضوره ونشاطه. انا استطيع ان ابحث عن تسجيله الشخص هذا ال سعود فيصل بن سلمان، واجد انه له ايضا ارتباطات اخرى في مؤسسات اخرى، في اماكن جغرافيه اخرى، في مشاريع اخرى ايضا لها دور. فالعمليه الترابطيه انت ممكن دخلت تبحث في كيورد، فوجدت نفسك فعلا انت بديت تتشعب من خلال فكره اللينك ديتا. فعمليه الاثرائيه هنا للباحث حاجه لا تقارن مقارن بالاسلوب القديم على الفلات ميتا ديتا زي ما ذكرت في البدايه. فالان اصبح لنا مجال متسع فعلا اننا نثري الانتاج الفكري ونتيح الوصول له من مداخل متعدده جدا. زي ما شفتوا انتم الان الانتيتيز لدينا، مثلا على سبيل المثال هنا لما دخلنا على، لو بحثنا مجملا
في عندنا حوالي 14 انتيتي. طبعا الهدف من هذا البرزنتيشن هنركز فيها على البيرسيستنت ايدنتيفايرز، بس لكن في نفس الوقت نرى هنا الان عندما انا بحثت عن في صفه عامه وجد لي وزع لي النتائج بطريقه جدا منمقه بشكل تعطيني. فانا لما دخلت انا بحثت عن شخص معين، خلينا نقول الدوسري، شوف الدور العلاقات هنا في العملية. هذا الشخص مرتبط في مجالات عديدة، أنا تعطتني بعد آخر للشخصية هذه، سواء من علاقته في المنشور أو الإنتاج الفكري، أو سواء من علاقته اوكي انا ارجع لك ممكن بالشخص. ننتقل للشق الآخر لأنه واضح إن ما زالت بتحمل. اوكي. فهنا الانتيتي، انا احب بس اني انوه على جزئيه اهميه الانتيتي حقيقه في هذا الاطار، انه صار عندنا هنا كم هائل، فلم يعد في التوزيع. انا طبعا اتكلم من منظور ماذا افدت الباحث، ايش الاضافه اللي افدتها الباحث. طبعا لا شك انه هناك في جوانب في الفاسد، ولكن اضيف بعد اخر، عمق اخر، احنا نرى انه مهم جدا. كما ترى هناك في 14 انتيتيز تحلل كمدخل اساسي، كما لو انك ترى قصر من المعرفه تستطيع ان تدخل اليه من اي من هذه الابواب. هذه الفكره، بدل ما كان المدخل الاساسي هو الماده المنشور بحد ذاته. طبعا الان فيما يتعلق في persistent identifier، كيف الطريقة فعلا كان نضيف الداتا سايت. طبعا نعرف عامة الداتا سايت، قبل ما يجي الداتا سايت كان المعرف المستخدم اللي هو الهاندلر بحد ذاته، فأي مادة بحد ذاتها هيكون لها هاندلر خاص فيها. لو كيف أقدر أضيف من الهاندلر للداتا سايت، فهنشوف هنا إنه كل المواد اللي هنا عندنا ذكرت لها وجود على الفابريكا. طبعا النسخه اللي احنا بنستخدمها حقيقه الان مع الفابريك مع داتا سايت هي تيستنج، فلذلك القدره على الوصف هنا مثلا في مجموعه حوالي 20 دي او ايز استخدمنا فيها التست اكاونت اللي وفرت لنا داتا سايت مشكوره. كيفيه ربط البيرسيستنت ايدنتيفاير، كما تشوف هذا هو لانه تيستنج، طبعا هاندل تيست داتا سايت اورج از نوت ريلي ببلش، فما ياخذك فيها. فالقصد انه هنا عندما انا ادخل على التسجيل اللي شفناها قبل كذا، فيعطيني الرابط الاساسي في موقع داتا سايت لاستطيع ان اصل الى الدي سبيس اللي هو المستودع الرقمي اللي حاوله، وهنا الرابط جاهز له. مستقبلا عندما يكون الربط عن طريق البرودكشن، لو عند البرودكشن الموضوع حيقنن بشكل افضل، طبعا حيكون من السهل جدا انك تستطيع ان تضيف ماده. عندما تضيف ماده جديده تلقائيا تجد انت بامكانك عند الماده تجد المستطاع انك تضيف مقاله مثلا، او خلينا نقول مقاله. السبمشن فورم في دي سبيس يسهل لك العمليه بشكل كبير جدا، انك انت ترتبط مع الداتا سايت من خلال ضغط الزر واحد، تضغط عليه فبالتالي جنريتد. انت طبعا عندك عده خيارات، انك انت تضيف، ممكن تضيف داتا سايت يدويا، او تطلب جنريشن او توليده في تلك اللحظه بالربط مباشره مع الفابريكا، فهو يعمل لك جنريتنج للدي او اي، يسقط تسجيله تلقائيا، يسقط لك في داخل الحقل. هنا بنشوف احنا عمليه ايضا اضافه العدد، وفي شوف فكره اللينك داتا، This is the link data. الفكره انه انا هنا ابغى اضيف مؤلف عن طريق ربطه في تسجيله المؤلف. فهذا جس نموذج يوريك الفكره انه كيف تستطيع ان تستفيد من ثقافه او تقنيات اللينك داتا بيسر. خلينا الطريقه الثانيه، طبعا انت ممكن عندك مستودع رقمي اوريدي كله مليء ب نتجاهل مليء في لارف داتا او ايتمز، مثلا على سبيل المثال مستودع رقمي شعاع، كما لاحظنا لا يوجد في حد ذاته، لا يوجد في دي او اي. ايش الطريقه اللي ممكن تنقله من
هاندلر بيس اللي هو في الوقت الراهن الى دي او اي. طبعا يو كان رنت على مستوى الباتش بشكل حزم او تجمعات او انه يلينكت مباشره. فلو دخلنا هنا مثلا على سبيل المثال على ماده من المواد الموجوده هنا مثلا كسرات اومولج، هذه ماده انا اريد ان اضيف لها مثلا دي او اي، ايش الطريقه المتبعه؟ بحكم طبعا عندي البريفليج كادمنستريتور اقدر اسوي ايديتنج للماده دي، هتظهر لي الحقول الميتا داتا يدويا عاده. ف ببساطه هنا في الميتا داتا استطيع ان اقول اضيف لي حقل، الحقل هذا يتعلق مثلا على سبيل المثال ابغى اضيف شوف الدي او اي فدي او اي ايدنتيفاير بيسكلي، ومجرد انك تنسخ الجينيريتي اذا كان عندك انت باك لوك كبير كله موجود في هاندلرز، فباضافتك للفاليو حقه الدي او اي هنا على مستوى كل ايتم بسهوله يول بي انتجريتد. الجميل ايضا انه بعض الدي او اي تغنيك عن كثير من التحديات اللي نواجهها في عمليه التحقق من الشخص الذي يستخدم الماده. خلينا نخرج هنا نشوف، فالاوركيد على سبيل المثال لعب دور جميل جدا الان في انك ممكن تستخدمه فور اوثنتيكيشن في التحقق من انتماء هذا الشخص انه هو سكولر باحث له بروفايل خاص فيه. كيف انا نستفيد منه؟ نستفيد من تقنيات الاوركيد كمنصه الاوركيد في التعرف على الشخص عند اللوجن. انا على حد علمي كمان في بعض الجامعات خاصه في اوروبا اصبحت تطلب ضروره انه جميع اعضاء هيئه التدريس والباحثين يكون عندهم ان اوركيد اي دي. احنا الان طبعا نستخدم تيست فيرجن من الاوركيد، لكن الاوركيد يتيح لنا القدره على اني انا استطيع اسجل دخولي هنا، فبالتالي هنا تكسر حاجز خاصه في المواد المقيده التي غير متاحه. فانا كشخص هنا اقدر اسجل دخولي على الاوركيد، بالتالي انا ممكن من الخارج. لكن انت مثلا مقدم المستودع الرقمي ترغب في الاشخاص اللي ممكن تعطيهم صلاحيات الدخول على المحتوى الرقمي، ان دخل عن طريق الاوركيد يفترض انه شخص معتبر، شخصيه معروفه، شخصيه اكاديميه ولها سجلها ولها مرجعيتها. فانا دخلت على الاوركيد على المستودع الرقمي من خلال بوابه الاوركيد، فبالتالي انا الشخص اللي عندي كل التفاصيل كبروفايل. هذه ميزه اخرى عن البيرسيستنت ايدنتيفاير بالذات الاوركيد اي دي. هنا مثلا لو دخلت انا على البروفايل الخاص بي فاجد انه ارتباطي في السجل على منصه الاوركيد اصبح متاح، هو نفس الشخص مسعود الشريف، وكل ما اضاف من مواد وارتبط بمواد عن طريق سجل الاوركيد. طبعا الدي سبيس احنا نعرف انه حقيقه ميزه جميله انه اوبن سورس. احنا ما يعني احب بس اكد على جزئيه انه اوبن سورس معناته انه مستخدم من قبل الجميع، وليس هناك في اي قيود عليه. لذلك عندما اتحدث عنه ليس دعايه للدي سبيس، بل هو متاح من اجل ذلك الكل يعلم انه ما وصل العدد هذا في الدي سبيس في العالم العربي فقط. على سبيل المثال جاء من فراغ، اكيد اكيد العمليه لها هنا مثلا في العالم العربي دي سبيس. الان نرى انه زي ما قلت انا في البدايه انه في اكثر من اسف في اكثر من تقريبا المستودعات الرقميه بالكامل في العالم العربي معنيه في الدي سبيس، فهو مستخدم وبشكل كبير جدا. هذا ايضا قبل الكينونات، انا في اعتقادي في السنوات القادمه دي سبيس ماركت شير وخاصه المنطقه العربيه هيستحوذ على اكبر بكثير جدا، لانه فكره تفعيل التقنيات الجديده مدعوم بشكل كبير بتقنيات جدا هائله. دي سبيس 8 نزل امس على فكره، وفي امكانيات هائله جدا حتدخلنا في عالم الاوبن اير والكور وتقنيات جدا متقدمه. انا صراحه ارى انه حان الوقت لنا، وعلى فكره حيكون في نسخه عربيه منه، نزلت النسخه الترجمه العربيه للدي سبيس اوريدي افيلبل للعلم الان، اصبحت دي هذه دي سبيس 8. فما صار في عائق من ضمن اللغات المتاحه اللغه العربيه، احنا ساهمنا في توفير الترجمه العربيه للواجهات وارسلناها للمجتمع دي سبيس وادخلها
من ضمن النسخة 8 الجديدة، فتلقائيا مجرد انك تركب دي سبيس الواجهة العربية حتكون متاحة معك بشكل كامل. هذا بس حبيت ان انوه على جزئيات، واشكر لكم وقتكم ولا اريد ان اطيل. العملية طبعا في تفاصيل كثيرة لكن الوقت لا شكرا يسعنا لعمل ذلك، يا شكرا وشكرا لك. جزيلا استاذ مسعود. يعني في الحقيقه احنا عدينا 47 دقيقه مجتمعين بخلاف الوقت المطروح، ومع ذلك الحمد لله شايف مستوى الحضور مستوى ممتاز. يعني عندنا اكثر من 80 شخص ما زال معانا ما في شاء الله، الغرفه برغم ان احنا جميل تجاوزنا جميل. الحضور الوقت المخصص في الحضور. يعني خلينا عندي سؤال محتاج الاجابه في دقيقه من كل الساده اللي شاركوا معانا النهارده، بتوجه مره اخرى لكم بجزيل الشكر. في السؤال الاول للدكتور نبهان، ايه الفرق ما بين دور المكتبه الوطنيه ودور مركز شعاع في سلطنه عمان؟ في دقيقه لو سمحت دكتور نبهان، جزيل الشكر. مرة ثانية أستاذ محمد، مرة ثانية السؤال. الفرق ما بين دور المكتبة الوطنية ودور مركز شعاع في سلطنة عمان؟ طبعا هو المستودع البحث العماني هو يعني موقع أو قاعدة بيانات وطنية رقمية تختلف عن كيان المكتبة الوطنية. المكتبة الوطنية قادمة إن شاء الله في عمان، وراح تكون لها اختصاصات ومهام مثل الإيداع الرقم، مثل الإيداع، وأيضا تكون كيان يعني واقعي وليس افتراضي كما هو الحال في المستودع الوطني. المستودع يعني الرقمي هو يهتم بالإنتاج الفكري العماني بالكامل التي تملك حقوقه السلطنة، بمعنى أنه قد يكون هناك أيضا إنتاج وطني لا تملك مثلا حقوق سلطنة عمان بمؤسساتها المختلفة، هذا لا نستطيع يعني إتاحته، قد يكون في الوقت الحاضر. لكن المكتبة الوطنية هي كل ما ينتج في السلطنة قد يتاح بشكل مطبوع في كيان، في مبنى موجود بشكل واقعي. سياساتها وقوانينها وتشريعاتها بطبيعة الحال مختلفة عن سياسات قاعدة بيانات يعني رقمية. تمام، شكرا جزيلا دكتور نبهان. أستاذ يوسف وأستاذ مسعود، سؤال في أقل من دقيقة لو أمكن الإجابة. لو تحدثنا باختصار شديد عن تحدي رئيسي حضراتكم شايفينه ولامسينه على أرض الواقع في دعم حركة العلم المفتوح، مش الأوبن أكسس، العلم المفتوح بشكل عام في المجتمعات العربية. تفضل أستاذ يوسف. شكرا. يعني مره ثانيه الوعي مهم جدا، ولكن الانفراستراكشر هو الانفراستراكشر والميكانيزم، يعني الاليه اللي هو بيسكلي انه يكون في عندك جود انفراستراكشر، بعدين داتا انفراستراكشر اللي بترتب عليه البلاتفورمز والمينز اللي انت بتقدم السيرفيس فهي بيسكلي الداتا انفراستراكشر خلينا نركز فيها بشكل اكبر. ممتاز. وبالانتقال والحديث على الانفراستراكشر والتكنيكال انفراستراكشر، سيد مسعود لو تحب تضيف اي نقطة في هذا الشق بخصوص تخصصك كمهندس في المجال الفني والبنية التحتية للأنظمة البحثية. حقيقة أكثر العوامل المعيقة فعلا في البحث العلمي المفتوح لدينا، أنا في وجهة نظري، اللي هو الوعي على مستوى الإدارة. حقيقة قليل ما تجد من هم على رؤوس المؤسسات المعلوماتية عندنا في العالم العربي، وأنا دائما أقول يعني فاقد الشيء لا يعطيه. ممكن بعض الناس يختلفوا معي أنه هذا الأمر ليس دائما حقيقة، ولكن ماذا تتوقع من شخص على رأس مؤسسة معلوماتية يملك من المحتوى الكثير الكثير، ولكن للأسف يفتقد إلى الاتصال بالمتغيرات على الأرض على الساحة. تجد أنه يعني قراراته تجاهها كلها مشتتة وليست بالضرورة تنظر بعين الاعتبار أن هناك في مستقبل وفي جيل الناس متعطشة، ما ليس مدرك أنه المحتوى وإن وصل إلى وإن ليس ما يكون لم يكن فعلا في المستوى القيم اللي يستحق نشره، لكنه مفيد جدا، والناس في حوجة له ومتعطشة له. هذا من الأشياء اللي فعلا ترى أنه في ثقافات، وهذا دوما يقول لك ثقافة العاملين في المؤسسات المعلوماتية
هي الأول عائق للتحول الرقمي والديجيتال ترانسفورميشن. أنا في اعتقادي يجب أن نعمل على هذا الأطر في التوعية بشكل كبير جدا. تمام، شكرا جزيلا مهندس مسعود. وفعلا دي احد الركائز الاساسيه اللي احنا بنعمل فيها مؤسسه داتا سايت من بدانا في العالم العربي في زياده الوعي والعمل مع مؤسسات مختلفه لزياده الوعي في المنطقه العربيه ما بين المجتمع الامناء المكتبات ومديري المستودعات، مجتمع البوليسي ميكرز والرؤساء الجامعات ورؤساء المكتبات الوطنيه، فزياده الوعي على مختلف الاطر. في النهايه بتوجه لكل الساده الحضور بجزيل الشكر. باذن الله التسجيل هيتم رفعه على قناه داتا سايت على اليوتيوب، لان حضرتك سألت هذا السؤال أكثر من مرة في التشات، فشكرا جزيلا لحضراتكم. بتوجه في النهاية للشكر للدكتور نبهان الحراسي، الأستاذ يوسف طرمان، والمهندس مسعود الشريف على هذه المشاركة الممتازة. جزيل الشكر لحضراتكم، شكرا، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا، شكرا لكم جميعا، شكرا. مع السلامة.